يا مساء الفل والخير والسعادة، وأهلا بيكم. حلقة جديدة وآخر الأسبوع من ستات ما فيهوش يكذبوا، وآخر الأسبوع ونهاية السنة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا إيمان. كل سنة وانت جميلة، وكل سنة وانت حبيبتي، وكل سنة وانت متألقة، كل سنة وانت زي القمر. كل سنة وانت طيبة. والبربل عليكي يجنن حبيبة هذا قلبي، اللون عليكي يجنن حبيبة قلبي. ده انت اللي عيونك حلوة. وبمسي على كل الناس اللي بتشوفنا في حلقة جديدة ستات ما يعرفوش يكذبوا. النهاردة آخر حلقة في الأسبوع ده، إن شاء الله الحلقة الجاية هتبقى بداية سنة جديدة، سنة سعيدة عليكم يا رب بإذن الله. كل سنة وانتوا دايما بألف خير، سنة هادية ونادية علينا كلنا يا رب يا رب. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بالاحتفالية الجميلة اللي كانت من شوية وشاهدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية قادرون باختلاف، واللي بنستناها كل سنة، واللي الحقيقة بيكون فيها أو ليها مذاق مختلف، وبيتم تسليط الضوء فيها على أبطالنا الجمال من ذوي الهمم في كل المجالات. الاحتفالية اللي قدمتها زميلتنا العزيزة هبة الأباصيري، وبنغبطك يا هبة فيها طبعا، لأن يا بختك شفتي الولاد الحلوين، شفتي سيادة الرئيس وحضرتي الاحتفالية. كانت فيها لقطات الحقيقة كتيرة ومميزة، أبرزها مثلا كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمذيعة زميلتنا رحمة خالد، واللي قال لها سيادته: عارفة يا رحمة، ملوش حظ اللي ما يحبكمش. تعالوا نشوف كده جزء من الحوار لسيادة الرئيس مع رحمة ونرجع تاني. بقول لحضرتك فعلا شكرا يا ريس، وشكرا ما تكفيش. شهر ديسمبر شهر قادرون باختلاف، بيأكد اللي بقى لينا مكان، وجودك معانا بيدينا حقوقنا، وبيأكد مكاننا في الجمهورية الجديدة. وإن شاء الله السنة الجاية كلنا مستنيينك يا ريس وبنحبك. شكرا يا ريس. يا رحمة، أنت بقيتي مذيعة جبارة جدا، ده حاجة يعني ما شاء الله عليك. ايه ده كل ده؟ ايه رايك؟ جميل جدا. والله يا ريس احنا بنحبك، وفعلا اليوم ده احنا بنستناه من سنه للسنه، وفعلا حضرتك بتشرفنا في حفلتنا قادرون باختلاف، ودايما هنبقى مبسوطين وحضرتك معانا. بقول لك ايه يا ابو النبي يا رحمه، ممكن اقول للريس قلت لي ايه واحنا في الكواليس؟ قالت لي يا ريس بالحرف، قالت لي احنا كنا مش عارفين ميعاد الحفله، فالمفروض ان كانوا مسافرين تزور اخوها، فلما عرفوا ميعاد الحفله لغوا التذاكر. قالت لي ايه جوه؟ قالت لي يعني الريس يجي لي وانا ما اجيلوش؟ لا ده ناجي يا رحمه. صح، ده حقيقي. ويا استاذ عمر، عارفه يا رحمه، اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش. ملوش حظ. صح صح، اللي ملوش حظ. صح، ده حقيقي. هو اللي ما يحبكمش. ده حقيقي يا ريس. صحيح. وعايز اقول لك على كلمه صغيره جدا، فعلا احنا المصريين حظنا كويس ان بقى لينا يا ريس رئيس انسان زي حضرتك. متشكر جدا، شكرا جزيلا. جميلة جميلة، وحوار ممتع بين أب وبنته وبناته وأولاده اللي بيحبهم. وشكرا عمرو يوسف نجمنا الكبير كمان حصل يا إيمان الحقيقة في الاحتفالية، يعني ناس مهمة جدا. طبعا في حاجات كتير حلوه حصلت، بس احلى حاجه الروح الجميله اللي موجوده والدفء اللي موجود، والاب اللي قاعد مبسوط وشايف ولاده قدامه ليهم مكان في الجمهوريه الجديده. ويمكن ده اللي كنت بتكلم مع رحمه خالد، وهي صديقتي على المستوى الشخصي والانساني وزميله مذيعه متالقه دايما، بتقول لي يعني انا ما كنتش هبقى رحمه خالد المذيعه ابدا الا لما سياده الرئيس جه وبقى لينا مكان في الجمهوريه الجديده، غير كده ده ما كانش ممكن يحصل ابدا. فيعني يا رحمه دايما مشرفانا ودايما رفع راسنا، وهم قادرون فعلا باختلاف، واختلافهم ميزة كمان. من اللقطات كمان المهمة وجود زميلتنا هبة الأباصيري اللي موجودة في الحفلة بتغطي الحفلة. يا بختك يا هبة، إن شاء الله يعني بإذن الله ترجع وتحكي لنا. أكيد أنه كان في كواليس وكان في تفاصيل جميلة جدا ومبهجة جدا، وكان في تحضيرات كتيرة جدا سبقت الحفلة دي، وكمان أهم الحوارات اللي دارت على جنب ما بين الأب وولاده هنعرفها منها إن شاء الله هبة الأباصيري لما ترجع. وكل سنة وانت طيبة يا هبة. من اللقطات المهمة كمان والحلوة يا منى برضو في الاحتفالية، وفاء سيادة الرئيس السيسي بعهده ووعده كالعادة في اننا يكون معانا في احتفالية السنة دي قادرون باختلاف من الدول العربية، وده اللي حصل لما حضرت مريم من ذوي الهمة من الإمارات الحفلة، وشكرت الرئيس السيسي على الوفاء بوعده. طلعين يلا يلا بينا نشوف جزء كمان. فخامة الرئيس، السنة اللي فاتت كان معانا رحمة وكان ليها طلب عند سيادتك، استأذنك نفتكره مع بعض. يا ترى احتفاليتنا السنة الجاية ممكن يحضر فيها أصحابنا من قادرون باختلاف من الوطن العربي والعالم كله؟ ممكن ممكن ممكن
ممكن انتم جهزوا وعدوا الدعوات واحنا نعمل الاجراءات كلها. ولان سيادتك دايما بتوفي بوعدك فالنهارده احنا معانا مريم جايه مخصوص عشان توجه كلمه لحضرتك. صباح الورد يا مريومه. انا مريم حمدان سويدا، عمري 11 سنه، من دوله الامارات العربيه المتحده. انا اليوم سفيرة للطفل، أطمح أني أكون سفيرة لدولتي في المستقبل. أنا جاية أشكر حضرتك فخامة الرئيس على وجودنا أنا وأخواني من دول عربية مختلفة عشان نشارك القادرون باختلاف في مصر باحتفاليتهم اليوم. وأنا حابة أقول أن مصر غالية على قلوبنا ونحبها أنا والشعب الإماراتي. يا مريومة انتي منورة مصر كلها. تفضلي بقى يا بطلة قدمي لنا الفقرة اللي جاية. الحين بنشوف القادرون باختلاف من مصر والدول العربية الأخرى في أغنية جدا جميلة مع الفنان أحمد سعد. بس استنى يا أحمد لما أرحب بمريم كويس بعد إذنك يعني. استنى يا أحمد. أولا يا مريم، يا مريم اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الامارات اللي موجودين النهارده وحتى اللي موجودين هناك. واحنا شكرا شكرا يا سياده الرئيس، نحن نحبك واحنا نحبك كتير واحنا نحبك انا وشعب الامارات. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا ما شاء الله على الطفله مريم الجميله من الامارات الشقيقه، واحنا كمان نحبوكم كتير جدا جدا جدا، نورتونا وشرفتونا وحفل جميل ومبدع. من خلال الاحتفاليه كان في فقره كمان اسال الرئيس، واللي سال سيادته فيها ابطالنا من ذوي الهمم، سالوا سيادته عدد من الاسئله ابرزها لما حد ساله عن اصعب لحظه عدت عليه وهو في القوات المسلحه. وهنا قال سيادة الرئيس: أصعب وقت عليا كان في 2011، والله يعلم ربنا يعلم ما في نفسي في اللي أنا بقوله ده، أنا كنت ببكي على مصر يا ابني، كنت ببكي على مصر. خلونا نشوف جزء من جلسة اسأل الرئيس اللي كانت في الاحتفالية النهاردة ونرجع تاني. طبعا أول حاجة ازي حضرتك يا فخامة الرئيس؟ أهلا وسهلا يا رامز، ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ أنا بخير طول ما أنتم بخير يا رب دايما. ممكن حضرتك تقول لي ايه هو اصعب موقف عدى على حضرتك لما كنت في قوات المسلحه؟ اصعب موقف، اصعب مش كده؟ بص يا رامز، اصعب وقت عليا كان في 2011، والله يعني يعلم ما في نفسي في اللي انا بقوله ده، انا كنت ببكي على مصر يا ابني، كنت ببكي على مصر. فحسيت ان ممكن الامور تخرج عن يعني عن السيطره والبلد تخش في دوامه كبيره جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف ان احنا عددنا مش قليل وظروفنا كمان صعبه كدولة، يعني مش مستحملة أبدا أنها تدخل في يعني في أمور زي كده. فكنت حاسس بالخطر الشديد، وأقدر أقول لك بدون مبالغة يا رامز، من ساعتها لغاية دلوقتي وأنا يعني وأنا في الوقت ده ما كنتش بان عليا سن خالص خالص، تحس ان انا اقل من صحيح. والله ربنا يخليك لينا سياده الرئيس. انا بكلمك بجد مش انت بتسال يا رامز وبتساله؟ اكيد طبعا. وانا برد عليكم، لو هاتوا الصوري اللي انا كنت موجود فيها في الفتره ديت قبل 2011 ما تدونيش اكتر من 30 سنه. صحيح لسه شباب يا رئيس، برضه لسه 30 سنه، لكن اللي حصل والخوف على البلد والناس، اكتر حاجه صعبه يا رامز انك انت تشعر ان اهلك وناسك ممكن يضيعوا وانت مش عارف تعمل حاجه. فده سؤال صعب قوي، لكن انا جاوبت عليه، ومش انا بس بالمناسبه، في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات
عندهم القلق ده والخوف ده ان الامور تخرج وتبقى فيه حاجه صعبه لمصر. لكن وانا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني 10 11 سنه، لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا ان اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وانا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد ايه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه وتضيع فيه، ويمكن لسنين طويله 20 30 سنه 40 سنه الله اعلم. لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبينا، انتوا شايفين البلاد اللي جنبينا اللي دخل ما رجعش. وبالمناسبه مصر اضعف ظروفا من الناس ديت، احنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير، فلو كان حصل شكل من الاشكال لاقتتال حرب اهليه يعني في 2012 و13 كانت، لكن هنا برضو نقدر نقول حاجه تانية يا رامز، ان الجيش والشرطه والدوله دفعت ثمن كبير قوي. طب انا يعني تقديري ليه ربنا عمل كده مع مصر، تقديرا لمصر حبا لمصر وشعب مصر. فالحمد لله سبحانه وتعالى ان احنا ربنا نجانا من ده وعدها بسلام، وان شاء الله تبقى بفضل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله تبقى الجاي افضل واكرم. يعني كلام جميل يا منى، يعني مش يخطف العقل ويخطف القلب صحيح الكلام اللي بيطلع من القلب يا ايمان بيوصل للقلب. وسياده الرئيس اوفى ويعني بعهده ووعده وصدق، وكان قرار مناسب في الوقت المناسب. كنا في خطر زي ما سيادته قال، وربنا حفظ مصر بجيشها وشعبها اللي ضحى كتير عشاننا. تحيه لجيش مصر وشرطه مصر وتحيه مصر. هاي الاحتفالية يا منى كان فيها لقطات إنسانية كتيرة أو بتظهر قد إيه إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي جابر خواطر، رئيس إنسان بيتعامل مع كل أبطالنا من ذوي الهمم بكل أشكالهم بكل أعمارهم وفئاتهم، بيتعاملهم بكل الحب، بيديهم دايما أمل وطاقة، وبيأكد عليهم دايما إن بكرة أحسن بيهم وليهم، وإن دايما مش بس ليهم مكان في قلبنا وجوه عينينا وعلى رأسنا من فوق، ليهم مكان أهم محفوظ في الجمهورية الجديدة، ولازم يكون متأكدين وعندهم أمل من كده ويبدعوا في كل واحد في مجاله. الناس دي يا جماعة كل يوم بتثبت إن عندها طاقات كبيرة وكتيرة قوي في كل المجالات، في الرياضة في الفن في الغنى في زي ما انتوا شايفين. يعني رحمة خالد أنا بفتخر بيها حقيقة، هي زميلتي وأفتخر. تحية ليهم جميعا أبنائنا وكل العاملين على إن هما يظهر الاحتفالية بالشكل الجميل ده، بيحضروا لها بقالهم شهور من السنة للسنة، بنقعد نستنى أولادنا المبدعين في كل المجالات وقادرون باختلاف. تحية ليهم جميعا. وامبارح كان افتتاح دار المسنين الخاصة لسه معانا، هنشوف حاجة. طيب يا إيمان خلاص هنشوف كلمة لسيادة الرئيس في ختام الحفل إن شاء الله، وأعلن فيها عدة قرارات مهمة جدا جدا، تعالوا نشوفها ونرجع تاني. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءاً أساسياً لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين. وفي هذا الإطار اسمح لي بأن أعلن لكم عن الإجراءات التنفيذية التي وجهت مختلف مؤسسات الدولة بها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. أولاً، تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضماناً
لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. ثانياً، تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقاً لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة. ثالثاً، تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضاً بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وصقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم. رابعاً، تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقاً للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حالياً في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامساً، تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض. سادساً، تكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حالياً من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم. سابعاً، تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معاً لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين على قيامهم بالاشتراك في هذه المبادرة. ثامناً، تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل. الأخوة والأخوات، أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، لا يمكن أن تفي كلمات الشكر وعبارات التقدير ما قدمتموه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من رعاية شاملة ومساهماتكم بهذه الرعاية المقدرة في نهضة هذا الوطن. وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير لهذا الوطن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتمنى التوفيق في كل اللي فات وكل اللي جاي سيادة الرئيس، واهتمامك بذوي الهمم. النهارده غنى كمان يا إيمان، غنى زيادة بسلام، يعني أول واحد من ذوي الهمم غنى السنة اللي فاتت، وغنى النهارده وشارك في أوبريت خاص، ويعتبر أول طالب في أكاديمية الفنون بعد ما فتحوا قسم خاص لذوي الهمم في أكاديمية الفنون. دكتور غادة جبارة بنشكرها على ده وتعليقك على يعني الحاجات الجميلة والوعود الجميلة اللي وفى بيها سيادة الرئيس. والله أنا قلبي فرحان عشان أسباب كتيرة، يمكن طبعا زي ما شفت وزي ما قلت زياد وأكاديمية الفنون، هنا احنا بنتكلم عن 8 توجيهات، 8 رسائل، 8 أوامر رئاسية مباشرة لكل المؤسسات والهيئات والجهات والوزارات المعنية في جمهورية مصر العربية في الجمهورية الجديدة، انه الولاد دول ولاده، هو بيقول عليهم ولادي دايما، وهم فعلا ولاده، لانه هو أب حنين بيقول ان مكانهم موجود ومحفوظ، وان الناس دي لازم تاخد في اعتبارها ان الناس دي موجوده، وان ليها حق، ومش بس ليها حق زيها زي اي مواطن، لا دي ليها اولويه كمان. وفعلا احنا بنشوف انه الوزارات حتى اللي موجوده والجهات كلها يا منى ما بتتاخرش لحظه، لانه خلاص في يعني مشاركه بينهم كلهم، ده سيادة الرئيس هو حاططهم في عينيه من اول يوم، ده حقيقي، وبالتالي الكل طبعا بينتبه لده والكل عامل حسابه عليهم. خلي بالك انت السنين اللي فاتت الدوله اشتغلت على كمان عدم التنمر عليهم، الاولاد كانوا بيتنمر عليهم في كل مكان، امهاتهم كانت بتعاني جدا. النهارده انت فجرتي طاقه من الابداع جميله جواهم، لانهم كانوا قنبله موقوته قاعدين في البيت بيخبوهم او مش عارفين يتعاملوا او يدخلوا مدارس. النهارده ما شاء الله الحمد لله بفضل رعايه الدوله ليهم، واكيد امهاتهم يقدروا يتكلموا على صفحه البرنامج على اللي حصل مع اولادهم والتطور اللي حصل. النهارده كان يعني الست بتعاني عشان تخرج بس بابنها في الشارع، النهارده كل مؤسسات الدوله من طرق واماكن بتستقبلهم باحسن التجهيزات زي العالم كله. فيعني ربنا يبارك فيهم، اولادي يفرحوا، اولادي يفرحوا القلب بجد. شكرا سياده الرئيس، وشكرا والف مبروك على الاحتفاليه الجميله دي. ويمكن زي ما شفنا كمان يا منى، يمكن كان موكب سياده الرئيس لما كان ماشي من يومين وقابل الست الجميله اللي قال لها انت نفسك في ايه، تحلمي بايه، وقالت له اطلع عمره. فست كبيرة في السن، ودي مش أول مرة الرئيس الإنسان يقف وينتبه لحد، خصوصا كبار السن والأمهات وأمهات الشهداء وأمهات ذوي الهمم وناس. الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي بيحاول طول الوقت أنه هو يكبر بخاطر الناس اللي محتاجة، بس مش دي الحكاية. بنقول أنه على مستوى العالم بيبان مدى رقي وتقدم وتحضر أي دولة في العالم من 3 حاجات. أول حاجة اهتمام الدولة ورئيس الدولة بالمرأة، 2 اهتمام الدولة ورئيس الدولة بكبار السن، 3 اهتمام الدولة ورئيس الدولة بذوي الهمم. ده علامة أو معيار مهم ورئيسي لمدى تقدم وتطور وتحضر أي دولة في العالم. فإحنا النهاردة بنقول مصر إحنا بجد نموذج يحتذى بيه قدام العالم كله، يعني ريت الناس تلحقنا بس. وخلي بالك كمان إيمان المسيادته إن الدولة بتكرم وربنا حامي مصر، بس بيحميها بضعفائها الصغار والكبار السن وذوي القدرات الخاصه. فده مهم قوي العقيده دي اللي عند سياده الرئيس. امبارح بقى كان في افتتاح دار المسنين اللي خاصه بنقابه المهن التمثيليه اللي فرحنا بيها جدا جدا ومستنيينها بعد يعني شقه وشغل فيها كتير جدا جدا. نقابه المهن التمثيليه دكتور اشرف زكي افتتح امبارح دار المسنين وكشف عن تفاصيلها، واكيد هتكون لخدمه كل نجومنا. كاميرا البرنامج كانت هناك وصورت الحدث، كان نفسنا نروح كمان بس كنا على الهوا. تعالوا نروح مع بعض ونشوف التفاصيل من دكتور أشرف زكي. الحمد لله، يعني الإصرار والنوايا الطيبة والضمير الحي واليقظ والخدمة العامة بمعناها الحقيقي بتبرز في ان هذا الكيان بقى موجود دلوقتي، ونرجو ان هو يتحول لبيت كبير للفنانين. نظرا للعلاقه المتميزه بين دوله الامارات ومصر، هذا اللقاء هو لقاء ثقافي فني تسعى من خلاله جهود خيره من قبل القياده الرشيده في دوله الامارات العربيه المتحده وجمهوريه مصر العربيه. هذا المبنى هو اهداء وهديه
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لأبناء الشعب المصري. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا لولا الأمن والأمان والإنجازات العظيمة ما كناش حققنا أي حاجة. بنشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على هذه المكرمة. بقى في بيت بيلم كبار الفنانين، بنوعد الدنيا كلها إنه ده هيبقى بيتنا الكبير اللي كلنا بنيجي نقعد فيه وكلنا بنيجي ناخد بحس بعضنا، ومفيش حاجة اسمها يبقى حد كبير وعايش لوحده، بقى في وسط أهله وحبايبه، وكل اللي يفضى مننا هيجي يقعد معاهم ويستامر معاهم وياخد بحسهم، وربنا يديم المحبة. وشكرا للنقابة وشكرا لدولة مصر وشكرا لدولة الإمارات على الإنجاز ده العظيم ده. ودي خطوة مهمة جدا، وأتمنى كم من الخطوات يا رب علشان فنانين مصر يلقوا ما يعني يستحقوه الحقيقة، لأن دي الناس اللي أسعدتنا على مدى سنين طويلة جدا ومالت حياتنا بالبهجة، فيا رب نقدر نتوافق ويبقى في خطوات أكبر من كده. دكتور أشرف لا يتوانى الحقيقة عن مساندة ومساعدة ومساهمة في أي عمل خير لفنانين مصر. كان حلم الحقيقة ده بقى له 11 سنة هذا المشروع عشان يتعمل بهذا الشكل اللي يليق بالفنان، وهناك الكثير لهم أيادي بيضاء في هذا الموضوع. المحترم دكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عملوا هذا الصرح، وعملوا حاجة تانية جميلة جدا. احنا كنا بنفكر طب هذا الصرح بعد ما يخلص ويتعمل كل حاجة هيتصرف عليه ازاي، لانه في كهرباء وفي نور وفي مية وفي عمال وفي اكل وشرب وعلاج وحاجات من دي. فمشكورا دكتور سلطان القاسمي عمل وديعة ثابتة تصرف على هذا المكان. انا بعتبر ان الخطوة دي خطوة صغيرة خالص في مشوار طويل للطمأنينة. الواحد أنا عن نفسي الواحد كان دايما بيبقى خايف لأنك خايفة مش عارفة بكرة هيحصل إيه، إنما على الأقل لما بتكوني في وسط ناسك وحبايبك وزملائك ده بيت، وهي بيت فيه قوة. شكرا للدكتور أشرف زكي وكل من ساهم في هذا الصرح الجميل اللي بيحفظ ماء فناني مصر ومبدعيها الجميل، بيحافظ على صحتهم، صحة ومطبخ وجم وكل حاجة. يمكن يتكلم معنا على التليفون امبارح دكتور أشرف زكي. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المحب لمصر دايما طول الوقت واللي ساهم بشكل كبير في إنشاء هذه الدار. شكرا لكل اللي تعاون فيها، حاجة جميلة إيمان. طبعا حاجة جميلة وإيجابية ومتحضرة ومحترمة جدا جدا، وبتجل وبتحترم الناس اللي قدمت كتير جدا للفن والمصر، لأنه الفن هو قوة ناعمة بيتأثر بيها مصر في العالم كله. هو الفن هو رسالة من مصر للعالم كله، هو بيصدر صورة مصر الحقيقية. النهاردة نقدر نقول كده الدراما والسينما المصرية النهاردة بتصدر الصورة، الوجه الحقيقي لمصر، الوجه المشرق الجميل المبهر المتحضر لمصر، مش زي ما كان بيحصل زمان. فأنا الحقيقة يعني بشكر كل الناس القائمين على الدار، فكرة محترمة وإنسانية جدا جدا يا منى. النهاردة حرصنا أن يكون آخر يوم في السنة مع حضراتكم السنة اللي فاتت بقى، ونحضر لرأس السنة إن شاء الله أكون معاكم يوم سبت بحلقة متميزة. لكن النهاردة كمان حبينا نختمها بحلقة متميزة، هيكون معنا النجمة سندي المطربة الجميلة والفنانة، واللي يعني آخر كليب ليها عمل 3 مليون مشاهدة لأنها بنوتة جميلة ومتميزة. ومعنا كمان محمد شاهين. محمد شاهين هيكون في ضيافتنا برضو النهارده. محمد شاهين تألق على مدار 2022 بأعمال كتير جدا وأغاني كتير، هنسمع كتير منها النهارده، وكمان هنسمع هو بيدندن مع نفسه في ايه لما بيكون قاعد لوحده، اللي بيحب القديم قوي جدا. ورشدي بقى وعدويه وحاجات كتير هنسمع ونستمتع النهارده، يعني نختم الاسبوع بحاجات جميله. بعد الفاصل يا ايمان، بعد الفاصل عندنا فقره البر والتقوى، هيكون ضيفنا في هتكون طبعا مع زميلة منى عبد الغني الشيخ يسري عزام، هيكون ضيفنا في الفقرة دي إن شاء الله. إن شاء الله. وبعد كده الختاموه بقى مع شيف محمود اللي هيعمل شركسية، كان وعدنا بشركسية متميزة، وده آخر مطبخ في 2022 إن شاء الله، ومش آخر حاجة إن شاء الله. نشوفكم كمان يوم الحد مع محمود. هيعمل كمان كعب الغزال، حاجة حلوة ولذيذة، وكل يوم يعمل لنا حاجة للاحتفالات. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم بعد الفصل. Thank you.
رامه انا اغنيك على جمالك وجمال جسمتك. برافو. انت راجل بتبيع بنطلونات للتلامسه في المدرسه؟ انا مش ببيعهم، انا قلعتها لهم. قلعتها لهم؟ طبعا، دي الوان يلبسوها الطلبه في دور العلم، احمر واصفر وازرق، دي قله ادب. خد عروستك بقى وطيران كده بقى على جزمان. وانت ان شاء الله اول ما هتروح على هناك هتبص تلاقيها بقى اتقلبت على طول امبراطوره، وانت على طول تبقى امبراطور. صح. قمر غزال يهبل. انا لا يمكن استحمل اكتر من كده. حصل خير يا حضره المدرسه؟ مش هيحصل خير ابدا طول ما ابنك هنا في المدرسه، والفصل ده لازم يتقفل فورا. اسمع يا ابني، انا صحتك قبل كده وانت لجاني على نفسك، واذا كنت هعيش لك اليومين دول مش هعيش لك بعد كده. اشتغلت وانا سني 15 سنه وما افتكرش خدت يوم اجازه غير ايام الجمعه والاعياد والعطلات الرسميه. متهيألي يوم ما بطل شغل يوم ما تبقى حياتي انتهت. تشكي مش هرحم عينيك، تبكي مش هسأل عليك. اخد بالك. ساعة شيطان وراح. شيطان لما يلهفك. طيب يا صبر طيب. هدى أنا هنا هنا هنا، والشمس البرتقالي عليها ليا شنة، والشمس البرتقالي عليها ليا شنة. العاية أرخص يا كريم. أرخص إزاي؟ إحنا لو خدنا ضرب الشمس كلنا مش هيتكلف علاجنا أكتر من جنيه ونص. يعني الواحد يقف ربع جنيه، لكن الشمسية بثمانية جنيه، ودول أولادي ونعرفهم إذا كانوا ياخدوا ضرب الشمس ولا هم اللي يضربوا الشمس. خدتها وشلتها ومشيت في الجنازة، وانا ماشي في الجنازة بقى وابص الاقي كل اللي ماشي في الجنازة يقولوا ايه كلنا لا. انا بقى قلت لهم ايه، ما حدش واخد منها حاجة. يا كبرون شوكولاتة ينضغوا نبتغى او يتشدقوا بالهالممطور. دي حتة من أغنية حصل خير. طبعا ضيفتنا على مواقع التواصل معروفة، مطربة الملايين، أكتر من 3 مليون مشاهدة في أيام حققتها ما شاء الله أغنيتها الحالة الحالة. أما أغنية بعد التاني عملت ما يقرب من الرقم بعد ساعات من طرحها. كان ليها تجربة في التمثيل فيلم خلطة جيمي وحبيناها جدا جدا، وفي مجال تصميم الديكور ليها تجارب، وقالت كمان مش ممكن ياخدني من الغنى أي حاجة في الدنيا. غابت فترة ورجعت تاني. ضيفتنا الجميلة اللي شفناها دلوقتي البونبوناية الحلوة ساندي. ازيك يا جميلة؟ ازيك يا حبيبتي؟ منورانا يا ساندي، وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبين. منورة يا ساندي وخطوة عزيزة، وكل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وانتي متألقة ومبهجة ولذيذة جدا. أنا تابعت الأغاني بتاعتك دلوقتي، وطبعا أنا بشوفك من زمان، بس انتي عملتي كذا لون، إيه أكتر لون حسيتي إن هو شدك أكتر أو هو شبهك أكتر؟ بصي، أكتر الألوان اللي أنا اتميزت بيها يعني واتلقبت بيها بمطربة المراهقين. يعني ودي تميز على فكره بيميزك يعني. هي الروك والبوب روك، لانه كان يعني دي حاجه جديده ونوع مزيكا مختلف، وانا تعمدت ان انا اعمل نوع مزيكا ما يكونش موجود، عشان يعني بحب افكر دايما اوت اوف ذا بوكس، بره الصندوق كده. فده اللي خلاني اللي ميزني، وده اللي شدني في بدايتي يعني. في الويلكم كان اغنيه بتقولي فيها من فوق كده، احنا ما بنشوفش المساحات دي في صوتك. حصل خير. انت عفريته في الغنى يعني، شاطره. اسمها ايه الاغنيه؟ حصل خير. حصل خير، بحبها جدا جدا. طيب عايزه تبداي بايه؟ مش عايزين نرغي كتير. انا عايزه اسمعها. صح، النهارده يوم بنودع سنه جديده، فعايزين نستمتع. طيبين. ممكن اقول لكم الحاله الحاله منها اخر حاجه؟ طبعا. دي عزيز شافعي طبعا. وكلماته بنحييك يا عزيز، بنحييك على الحاجات الحلوه اللي بتعملها. انا بتوتر لما بروح في مكان عارفاني اشوفك فيه، وافضل افكر هلبس ايه وهقولك ايه وازاي شوقي هخبيه، خايفه الجو يحرر
خايفة الدنيا تمطر، خايفة ان اوصل بدري شوية، وخايفة عليك اتأخر. واما بشوفك قلبي بيرقص، بتشقلب حالي، بتحركني من غير مجهود انت، بتضحكني وعينيك السود من نظرة بتربكني، وتخلي حالتي حالة، حالتي حالة، والحالة الحالة تفضل شغالة، وعيني تقولك يا حبيبي تعالى، وتعالى الحقني بحرك غرقني، وبلاش تقولي ده لا لا. ده ايه الجمال ده؟ اه جميل. لا ما هو ده هيخليني اسالك عن شكل التعاون مع عزيز شفعي، وايه اللي منتظر؟ ما هو اكيد انا هيبقى فيه بقى حاجات جديده، حاجات حلوه قوي اكيد، انا متاكده. كلميني شويه. الحقيقه عزيز، انا اصلا من فانز عزيز من زمان قوي، من بلاش الملامه، وكان اول مره اهتم بمين كاتب وملحن كان عزيز الشافعي. يعني كان اول اسم قريته كلماته والحان، لان كان ده بالنسبه لي مبهر جدا، الكلام عجبني والالحان، وكنت صغيره فبالنسبه لي ده كان الايدل، عشان انا بكتب وبلحن، فكان ده بالنسبه لي الايدل، في انه ايه ده في حد زيي بيكتب وبيلحن بقى، انا صغيره بقى كده ومبسوطه بقى بيه. وبعدين كنت مستنيه ان انا اقابله باي طريقه. وكان اول تعاون بينا كان في كاندي ساندي، برنامج كان بتاعك كاندي ساندي، صدقي انتي كاندي. ايوه حاجه حلوه. وبعدين وعمل لك اغنيه الاطفال، كان فيها اغنيه كمان سمعناها زي النهارده، واحلى كل سنه البنين. بتكبر كل سنه اكبر. الله، هتغني لنا حاجه بقى منها؟ ماشي. رغم ان انا عايزه اتوقف عند حاجه بس، الاغنيه اللي غنيتيها اللي فاتت، ازاي عزيز شافعي بتعرف تعبر عن البنات كده؟ انا بساله بقول له تحطي نفسك مكانها، انا خايفه وقلقانه اتاخر، وخايفه اجي بدري، وخايفه. هو بيتاثر قوي يعني، بيحب يسمع القصص وبيتأثر بيها، وعشان في المطبخ بقى هو دلوقتي اللي بينتج لي، يعني مش بس انه حلو قوي قوي بنحييه طبعا، لي فانا بقيت بقعد اشوفه بقى بيعمل ايه، بيتلحن ازاي طبعا. فمبهوره بالحاله دي. هتغني لنا ايه بقى من الحلويات بتاعت عزيز شافعي الحلوه دي؟ والله ممكن نقول زي النهارده لذيذ. يلا بينا. زي النهارده من كام سنه، اتولد بيبي صغير صغير قد ايديا، فتح عيونه قال فين انا، وقعد يعيط يعيط شويه، كل سنه يكبر ويحلو اكتر، وبكره هيقدر يطول السما. كل سنه وانت في القلب زي ما انت، ويا رب بتوصل 200 سنة. الله الله، حلوة قوي. مين يقدر يقول أغاني أطفال كده جميلة؟ لا، ولأن صوتها كمان في بهجة كده. بس ما حدش قال لك إن خامة صوتك، وأنا طبعا مش هفتي في موضوع الأصوات ده، ودكتورة منى موجودة، بس أنا كمستمعة، حد قال لك إن صوتك فيه شبه من صوت حد من الناس زمان، نيلي يمكن؟ كتير نيلي. صح، نيلي. ما ده الجيل اللي اتربى على حب نيلي. أيوة. بنحييها طبعا، طبعا بعشقها يعني، ماي ايدل. كل يعني اجيال كتير حبتها وطلعت طبعا على حبها ليها. وبعدين انا زمان في عمر كده كنت شبهها قوي وهي صغيره، شفتي كمان؟ طيب وهي بنبنايه كمان، هي كده تلبس لبس كامله عامله زي الفراشه بتتحرك، وانت شبهها في الحته دي. عايزين نعرف من الاغنيات اللي بتحبها ساندي، من اغنيات الرجال اللي بتحبي تسمعيها او بتغنيها. والله بصي، انا بحب انا اصلا بحب الاغاني الرجالي اكتر من الاغاني، يعني بحب مصطلحات مش عارفه، يعني تقريبا هرمون الذكوره عندي. زي ايه؟ زي ايه لما ساندي بتقعد تدندن كده؟ بدندن لايه؟ لا كتير قوي، حاجات كتير يعني. بحب مثلا بحب عبد الوهاب جدا. الله الله، استاذ كبير طبعا. ممكن اقول لك حاجه هتتفاجئي يعني، بس اكيد احنا بنتفاجئ دلوقتي. في طبقات صوت فوق بنقول، وفي اغاني تقيله. اقول لك حاجه حلوه. مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه،
كروح الجفن مساهد يستوي الورق تأوه ويذيب الصخر تنهد ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حالفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهد جحدت عيناك ذكي دمي أكذلك خدك يا جحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به وأقول وأوشك أعبده. الله انت وديتينا في حته ثانيه يعني متوخين الحلاوه دي الشقيه زي حته الحلويات صغننه دي وتغني لعبد الوهاب لا دي مفاجاه انا بحبه قوي كمان وبعدين انا يعني انا هفتانه دلوقتي مش قادره اغني قوي بس عشان لسه تسمم من يومين لا خالص انا بقالي يومين عندي تسمم حاد ما اعرفش ايه اللي حصل. لا يا حبيبتي سلامتك بترمرمي يا سلامه. لا خالص دي خياره والله اللي عملت فيا كده ما اعرفش ليه. انا عايزه اعرف حاجه بقى دلوقتي انت غبتي واختفيتي وقلتي عدولي زي ما بيقولوا بعدين رجعتي ما شاء الله ما شاء الله متالقه انت اختفيتي في ايه ورجعتي في ايه؟ جاي في ايه وسافرت في ايه؟ مصطفى الجميله يا حبيبتي. بصي هي قصه كبيره كده بس اختصارها يعني ليها علاقه بالعواطف؟ شويه طبعا الحاجات دي مش بتعطل بالعكس الحب ده اجمل حاجه في الحياه بس لو كان اختيار غلط بيأخر كتير اكيد. والحقيقه ده ملوش علاقه بانفصالي يعني عن في الجواز وكده لا هي تجربه كده مريت بيها في الثلاث سنين اللي فاتوا ضحيت فيها قوي فاخرتني كتير بلس ان جت كورونا يعني كلها كانت حاجات عوامل ساعدت على اختفائي الحقيقه. بس انا ضحيتي بجزء مهم من مستقبلك فهل هو كان يستاهل التضحيه دي؟ لا يعني بصي ما اعرفش وقتها كنت فاكره كده طبعا بس مع يعني مع الوقت بالصدمات يعني ودي حاجه على فكره يعني انا ممتنه ليها جدا لان انا بسببها تعلمت درست علم نفس والله وطاقه واستثمرت في وقتي في السنين اللي فاتت دي يعني في الثلاث سنين اللي قعدتهم الحقيقه يعني كرمالا لي كانوا فايده لانه درست علم نفس قريت حوالي 25 كتاب وبعدين تعمقت جدا في علم الطاقه في خلال السنه دي اللي كنت بحاول اطلع فيها من الموضوع والحمد لله دلوقتي وقعدت تحفظي عبد الوهاب وبتسمعي وحاجات لا انا بحفظ من زمان والله يعني انت خدتي من المحن منحه حلوه وعلمتي نفسك وطلعتي من التجربه دي تقولي لاي بنت تاخد بالها من ايه في خطوبه وهي بتختار شريك الحياه ممكن يبقى الاخر على فكره نحترمه ما نتكلمش ومن شخصنة المشكله لكن تختار على اساس ايه عشان ما توقعش في اي حاجه ومع احترامنا للاخر ممكن ينجح مع حد تاني ممكن يبقى انسان هايل بس انتوا ما توفقتوش تقولي لها ايه البنت اللي بتشوفك النهارده؟ اقول لها دوري دايما في نفسك ايه اللي في الطفل الداخلي في الانر تشايلد عشان انا درست علم نفس فانا فهمت بقى المشكله فينا مش في الاشخاص يعني احنا ازاي بنجذب شخص اصلا سيء ان احنا بنجذبه بالاحتياج اللي مرينا بيه في طفولتنا. برافو عليكي والله دايما على النفس يقولوا كده بالظبط فدايما دوري ايه اللي انت محتاجاه
من وانت طفله خلصي العقد دي وفكيها الاول يعني استغني عنها. لانه طول ما انت بتاتركتي باحتياج فانت بتغمضي عينيكي، المخ بيطفي الادراك تجاه الحاجات العيوب الثانيه والحاجات اللي انت ممكن ما تشوفيهاش غير بعدين مع الوقت لما بيحصل لك اشباع من الحته اللي اوريدي انت جريتي خدتيها بعد الوهج بقى ما يطفي بقى والحاجات دي والكلام كده. دايما بيقولوا لاي ست حافظي على الطفله اللي جواكي، لان الطفله اللي جواكي هي اللي هتخليكي طول الوقت متاكده ان العمر ده مجرد رقم وان انت تمام لسه كويسه ولسه صغيره وتقدري تدي وعندك عطاء وتعرفي تحبي تاني في اي عمر وفي اي سن. فالطفله اللي جوانا دي نحافظ عليها ازاي؟ هي مش فكره حفاظ، هي فكره ان انت تتصالحي معاها، تقعدي كده تناقشيها كانك بتكلمي فعلا نفسك وتقعدي تسترجعي كل الحاجات اللي ممكن تكون ألمتك وانت طفل، وابتدي بقى اخلقي لها مبررات وكانك بتبرري للطفل فعلا الغلطه دي كانت ليه وحصلت ايه وتصالحي معاها جدا. هو موضوع صعب، يبدو صعب يعني، بس حقيقي بينفع ات وركس يعني. هنا التصالح غير بقى جلد الذات، لان في ناس محترفه جلد ذات لما تغلط او تسيء اختيار حاجه معينه بتمرمط روحها بقى. ما هي المشكله في انه ما اعرفش ليه بناء على ايه يعني. ما هي مش عايزه رد الفعل اللي ما فيهوش توازن ده. وفكره الدراسه دي حلوه قوي، علم النفس انا شايفه سندي تانية خالص يعني، غير اللي انا شفتها زمان وشفتك في انترفيو وانت خارجه من تجربه قاسيه كنت تعبانه جدا. فعايزين نقول لا يعني يعني نيفر تو ليت، وممكن قوي تبداي حياه جديده بشكل جديد وبدراسه وتشوفي نفسك تختاري وما تجذبيش الشخصيات السامه في حياتك. هي الخلاط بتاع الحياه ده بيخليكي ان انت تتوهي، ما تبقيش عارفه تبصي لنفسك كويس. لو قعدتي خدتي وقت كده لوحدك بس جنب شويه يعني مش وقت كبير على فكره، ممكن ست شهور بس تقعدي تاخدي هدنه كده وتقعدي تدوري على الحاجات اللي حصلت لك دي كلها بتبتدي تحليها من غير ما تخشي بقى في حاجات علاقه من علاقه لعلاقه. مين يقولوا لنا بقى عايزين نسمع غنى بقى، احنا عايزين نسمع غنى. هتقولي لنا ايه؟ طب عايز تسمعي ايه طيب؟ طيب في بعد التاني دي برضو عايزين؟ التاني بعد التاني. ما احنا كانت فكره بعد التان. ايوه مكتوبه فعلا كده. عزيز برضو كلامه لا جميل يا عزيز والله، يعني نحييك والله. فيش تليفون طب كده ساندي؟ والله ما قلتلوش، لو كنت قلت له كان هنقول له دلوقتي. بعد التان انت جنان احلى وكمان وكمان، مبقاش بالقلب مكان لغيرك انت، انا قلقان تتغرى علينا تشوف نفسك على قلبي الملهوف، لا استنى اعمل معروف حبك كمان. بعد التان انت جنان احلى وكمان وكمان، مبقاش في القلب مكان لغيرك انت. يا سلام. انت عارفه كده الشباب كلهم هيطلعوا يعملوا تاني، احنا في الشتاء بس هيروحوا يعملوا تاني برضو. انا بقول انا قلقان هو حاجه تقلق بصراحه. عايز يقول لي يا سندي انا بقول انا قلقان، قلت له هغنيها كده هي عجباني. هي ينفع راجل يقولها لبنت يعني؟ طب ده على كده السمره هيهيصوا بقى. أيوة وتن طبيعي من عند ربنا، احلى يعني احلى حاجه طبعا كله. يعني السينما وانت بداتي في فيلم خلطه جيمي، حاجه روعه وانتاج جميل، معرفش كنت بتنتجيه ولا مين اللي بيعمله لك. شفناكي في حته كده مش بتاعت حد، البنت بتاعتنا بتاعت ديزني كده بتاعت الاطفال والجمال. وبعدين قررتي التجربه مع سامح حسين في فيلم عيش حياتك. طيب فين بقى السينما تاني؟ عايزين نشوف حاجه. والله ده الفتره اللي فاتت كلها اتعرض عليا طبعا حاجات كتيره، يعني في كورونا اتعرض عليا يمكن 4 افلام، والحقيقه رفضت لان انا يعني في تجربه سامح حسين اللي اتعبنا جدا في الفيلم، بس التجربه دي اتظلمت، نجحت تي في بس ما نجحتش سينما قوي. فكان بالنسبه لي اللي هو لا يعني احسن اني عشان ما يتحسبليش انا انه فيلم ما جابش ايرادات او ايا كان، حتى والفيلم نجح جماهيريا بالنسبه لصناع السينما في جو الكورونا مكان، بما اني انتجت فيلم فانا عارفه الحوار اللي بيدور ما بين الموزعين في الجهات الانتاجيه يعني. فحسيت انه احسن ان اقدم اللي هيكمل غنايه، يعني اقدم فيلم شبه خطه جيمي يعني ميوزيكال بقى، ولانك انت بداتي كبيره
واللي بيبدا كبير بيبقى صعب. انا مش فارق معايا انك تكسف تجيبك في دور صغير تقول لك ده ايه دي نجمه دي بطل. هم كلهم كانوا عايزيني في بطوله، بس البطوله كلها بعيده عن الميوزيكال، كلها حاجات ادوار لذيذه. حاطه هدف بقى، مش عايزه تعمل غير كده، لان انت فعلا خطة. بتنفعي بده قوي، هايله يعني، فنان شامل بصراحه. فودت كل تركيزي ان حتى لو هعمل فيلم بقى تمثيل بجد كده، فلازم يبقى دور بقى غير الحاجات اللي اتعرضت عليا، فلازم يبقى حاجه بره جلدي خالص ومختلفه تماما. فساعتها الناس هتنبهر جدا بان ساندي الكيوت عملت ده، فبالنسبه لهم ده هيبقى شيء غير متوقع. بعد النضج بقى وكده. طب ساندي الكيوت هروح منها لماما الكيوت. ماما بتعلم ريان ايه؟ والله بصي انا بحس هو اهدى مني، يعني هو حبيبي دكتور بنفسه كده، عنده 5 سنين ما شاء الله، بس هو معندم جدا كده وديسنت وما بيعملش شقاوه خالص الحمد لله. بتربيه بالتربيه الحديثه بقى ولا لا؟ في عقاب ولا زي زمان ولا اصحاب بقى؟ هو ما عندوش حاجه حرام عاقبه عليها اصلا، يعني اللي بتقوليه له بيمشيه، يعني بلاش موبايل طول اليوم، ياخده شويه وقت. يقعد كده زعلان كده. ايه دكتور زعلان يعني؟ هو مش طفل دكتور. بيقعد كده زعلان بس وخلاص. بيلعب ويفتح السوشيال ميديا والكلام دي ولا لا؟ لا هو هو بيحب حاجات معينه على الفيديوز، يعني العاب وحاجات كده. بس بتختاريها يعني له وبتخلي بالك يعني من الحاجات؟ بخلي بالي، يعني في حاجات بيصير فيها كده بتغير افكار الاولاد وكده، فبوقفها بقى. بس بيزعل. طب بتغني له ايه لما بيزعل منك او لما بتبقي عايزه تنكشيه يعني؟ هو ما بيحبش الاغاني العربي، هو ما بيفهمش عربي، فما اعرفش ايه اللي حصل، بس هو البروجرامنج بتاعه ما نزلش عليه العربي خالص. مش في السوفت وير عربي؟ لا يا سامي، بقول له انت ابن مين يا ابني؟ انا ما اعرفش. جيبي له حد يعلمه اللغه العربيه. مامتي بقى بتعلمه عربي. دلوقتي بقى يقول حاجات ازيك وكده، بقى يقول حاجات بقى يقول ازيك يا عربي، بيقول ماما ولا لا؟ بيقول مام مام. طب غني له حاجه برضه. انت عملتي حاجات للاطفال في الفيلم، وعملتي في البرنامج كاندي. ما انا هغني حاجه انا في البرنامج كانت عزيز. من بتاعت عزيز احلى من الفانيليا. هغني لي بقى احلى من الفانيليا يعني. اخليه هو يغني لي. هي احلى من الفانيليا والشوكولا، احلى من شمس الشموسه لما بتطلع، هي احلى حاجه في الحياه، واجمل من طعم الكريس لما بيلسع، كتفها اجمل مخده، حضنها ادفى سرير، هي في عيني احلى واحده، حب الاول والاخير، ومهما افضل احبها واحبها واحبها، هتحبني اكتر بكتير. ماما هي ماما، هي ماما واحدة بس، واحدة بس، ماما هي ماما، صوتها يلمس قلبي لمس قلبي قلبي. شقاوه جميله كمان. هي تحسي ان صوتها فيه كل الحلويات اللي اتكلمت عليها بالظبط، وليه ستايل يعني حقيقه. ما احنا عارفين انها مهندسه ديكور او بتعمل ديكورات وحاجات مؤخرا يعني في ال3 سنين اللي فاتوا، وانا قلت شفت كارير بقى. دراستك ولا انت اتعلمتي؟ خالص والله، انا بحب بس الموضوع يعني. انا من كتر ما بعمل افكار كليباتي ومن كتر ما بقعد اشوف صور، فبقيت عندي في الحته دي كرياتيفيتي عاليه جدا. لدرجه عملتي بوستر لكريم محسن اخيرا؟ عملت له انت اللي صممتي البوستر يعني انا اللي اخترت له الشكل اللي هنطلع بيه. والصحيح هو يعني هو اخويا بالنسبه لي، هم عيلتي يعني. هو يا بخته بالاخت الحلوه الحنينه اللي بتعمل حاجات حلوه. لكن انت دراستك ايه اصلا يا سنتي؟ لا انا سياحه وفنادق، ملوش علاقه بالمزيكا ولا بالديكور. طب انت خطتك ايه في المستقبل؟ ناويه تكملي غنى؟ ناويه تمثلي؟ ناويه تعملي مشروع خاص بيك انت، فكره تانية خالص؟ بصي، هو الغنى والفن بالنسبه لي مش بس شغل يعني، غير طبعا ان هو كارير وحاجه انا بحبها، وحاجه الحمد لله حققت فيها حاجه كبيره في وقت قصير جدا. هي حاجه انا بحبها جدا يعني، شغفي فيها. يمكن فقدت الشغف ده من لخبطه كتير حصلت لي وصدمات كتيره قوي،
بس بمجرد ما لقيت نفسي فلقيت ان ده شغفي في الحاجه دي وما ينفعش اسيب حاجه انا بحبها لمجرد حاجات هوائيه بتروح وبتيجي. فده خلاني اركز تاني ومبسوطه بالتدرج ده، يعني حتى لو انا حاسه ان دلوقتي برجع تاني اعيد كل اللي عملته طول السنين اللي فاتوا، فهي الحياه كلها بتدرج يعني. بما اني درست طاقه بقى وعارفه قوانين الاستحقاق ودكتور احمد عماره، يعني الحقيقه انا بحييه هو استاذي يعني طبعا. فهو من اكتر الحاجات اللي ضافت لي الفتره اللي فاتت اني عرفت حاجات كتيره وقوانين كتيره في الكون. فمبسوطه ان انا كل تفصيله بتحصل لي دلوقتي يعني ممتنه لها جدا، واكيد عمري ما هسيب الحاجه اللي انا بحبها. فهو الغنى هو الحاجه اللي انا انتمائي ليها وبحبها جدا. الحاجات التانية هي داعم للفن يعني، كلها حاجات ارتستيك، سواء الديكور انا بالنسبه لي بيكمل حتى شكلي. حتى عملتي مشروع للديكورات وكده يعني؟ جنب عملت شركه غاويه. بس يعني عايزه اقول لك ان انت بتتكلمي عن تجربتك وازاي وقفتي وكده، انت رول موديل لكل بنت بتشوفك النهارده شايفه ان الدنيا انتهت عشان في علاقه انتهت او جواز، او لا بتديها طاقه انك ممكن تنجحي وتبقي اكتر وانضج واحلى وكل حاجه. اكيد لا، ما فيش حاجه بتنتهي نهائي يعني، كل حاجه ابس اند داون، ده برضو قانون حياه. وكل سقطه فيها يعني ارتفاع قوي جدا يعني. كلنا عشان نتقدم يعني، حتى رجلينا عشان تمشي لازم رجل تقف ورجل تتقدم، فده قانون يعني. زي السهم، ما بيقول زي السهم لازم يرجع لورا قوي عشان ينطلق ويصيب الهدف. لكن لو السهم الست بقى انطلق بقى في الدلع، ده ما قلناش حل عليه بقى ورينا. بس في بنات عندها مشكله يا ساندي ان هي عندها سوء تقدير او سوء تقييم لذاتها او لنفسها، وبالتالي بتشوف دايما انه انا ما استحقش الافضل، انا استحق اللي هلاقيه او احسن الوحشين عشان هو توبي كده يعني بالبلدي. وبتصطدم بعد كده ان هو لانه هي تقديرها لذاتها قليل، فاللي قدامها هيشوفها قليله وتفضل الدايره. هي للاسف انه دايما انت المرايه اللي الناس بتشوفك فيها يعني. لو انت شايفه نفسك قليله الناس هتشوفك قليله، لو انت شايفه نفسك حاجه كبيره جوه ذاتك ومليانه وحاسه من جواكي انك مش محتاجه لاي حاجه ومش محتاجه لاي حد، الناس كلها تبقى محتاجه لك، واللي انت بتستغني عنه دايما بتلاقيه بيطردك، لكن طول اللي انت بتجري عليه بتلاقيه بيهرب منك. اللي يسيب الدنيا تجري وراه يعني. بالظبط، هي يعني حاجات هي مش مفهومه للبعض، بس هي فعلا قوانين كونيه ثوابت مش هينفع تتغير. قولنا البنت برضو، برجع تاني موضوع ان انت مشروع ناجح حلو ممكن تبقي البنات تفكر زيك، تختار ازاي حبيب القلب وفارس الاحلام؟ تختاره ازاي؟ حاجه جميله يعني، خصوصا الواحده عندها طموح وعندها شغلها وعندها نجاحاتها. ساعات البنت بتروح مضحيه بقى وخلاص انا هسيب كل حاجه علشانه يعني. ايه رايك في الموضوع ده؟ لازم الشخص يبقى اللي اختاره يعني كبنت، انه اولا انا بالنسبه لي، ما ممكن حد تاني يختلف معايا، بس انا بالنسبه لي اللي استحمل اشوفه العمر كله لازم احسبها كده. انا هتشوفيه الصبح وبالليل ونايم وصاحي وكل عصبيته حكايتنا واحده. الحاجات اللي يعني مترابطين، مش اللي هو لازم ابقى واحد مختلف عني علشان خاطر نبقى بنكمل بعض، مش الكلام ده. لو حد مش بيحب نفس الحاجة مفيش توبيك تتكلموا عنه مع بعض، مفيش حاجة مشتركة بتجمعكم هواية اي حاجة. بلس انه يبقى هو رفيق بقى، صاحب يعني، مش مجرد شخص وخلاص. وده مش بيجي في يوم وليلة يعني، مش بيجي في خطوبة، مش بيجي في شهرين ثلاثة، في ست شهور، في سنة، مش بيجي في ده. اللي بره يعني في الدول المتقدمه يعني، احنا خلاص بقينا متقدمين يعني، ما هوش بقى متقدمين بس احنا بقينا احسن بس حاجه. العادات والتقاليد بيحترموا الانسان يعني برضه الحمد لله. هي يعني طبعا حاجه جميله، بس في حاجات حطتنا في قيود ان تقضي على حياتنا بقى، تخلي نسبه الطلاق ترتفع. زي ايه قيود دي؟ انه لا، ما اصل ما ينفعش نتخطب اكتر من سنتين. طب ما على فكره في السنتين مش كفايه انك تعرفي سنه إنسان. سنتين مش كفايه والله. يعني بره ليه بينجحوا مع بعض؟ عشان هم بيعرفوا بعض قوي ومن هم تينز لحد بيبقى بالنسبه لها، او بيسيبوا بعض وبعدين هنا كده مش بس يعني مش عيب لما نختلف بنجيب اولاد هي المشكله ان احنا
ما بنحط الموضوع الجواز الاول وبعد كده نشوف بعدين. ما هو ده مش المفروض تتعامل بالعكس. يعني ان حسينا نفسنا ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه يا منى من كام يوم برضو يا ساندي تحضرينا، انه في فرق ما بين واحد بتحبيه بس مش مرتاحه معاه، واحد بتحبيه ومرتاحه معاه، واحد مرتاحه معاه بس ما بتحبهوش. هتحبي اللي مرتاحه معاه، يعني اللي مرتاحه معاه وما بتحبهوش مع الوقت هتحبيه، لان الارتياح هيخلق احساس بالامان واطمئنان، وده اللي اي بنت او ست محتاجاه. لكن لو انت بتحبيه وهو بقى مدوخك، لا هتبقى صعبه. مع الوقت هتحسي لا، هتفقدي الشغف وهتفقدي حبك ليه. موضوع انت، طب انت عديتي بكذا تجربه، شيء طبيعي ان بعد التجارب دي بيحصل حاله اكتئاب، فاكيد عندك روشته كده تقوليها لاي بنوته طالعه من تجربه فاشله او تجربه حد اساء ليها او اذاها وعندها اكتئاب، تطلع ازاي من الاكتئاب ده بدون ما تقوم داخله بسرعه في علاقه تانية عشان تعتقد ان دي هتنسيني الاولانيه؟ دي غلطه كبيره. بصي ما اعرفش، يمكن الكلام ده هيستغربوه الناس، بس يعني ممكن يبقى صادم، بس لو بطلتي، لو كبرتي ربنا قوي جواكي وبطلتي تقلهي الناس، لان غصب عننا احنا بنشرك في الله. يعني ايه بنشرك في الله؟ أيوة ما بتكلمش دين على فكره، دايما كل ما جاتك ده يرضي ربنا ولا لا؟ لا، احنا بنشرك في الله، يعني ممكن نحب حد اكتر من صحيح. ربنا ونبقى مش واخدين بالنا، فبالتالي بتنقطعي، بتفصلي نفسك، عشان كده ده اللي بيوصل للاكتئاب. تحاولي ترضي طول الوقت وتتوددي له وتتقربي له طول الوقت، في حين ان كل ده المفروض يحصل مع ربنا بس. اكزاكتلي. وبعدين لما بتكبري قوي ربنا جواكي بيصغر اي حد بياخد حجمه الحقيقي. فبيبقى انت بالنسبه لك مش مهم، الحياه لسه قدامي. وده اللي على فكره انا بقول لك روشتة انا عملتها، يعني مش حاجه انا بقولها وخلاص، ده حاجه انا عملتها. ما فكرتيش بقى في ثقافه المجتمع والبنت اتطلقت ومره كمان وبتاع ويقول ده مش في اعتبارك؟ اولا هي بقت حاجه عاديه، ثانيا أيوة. صح، برافو عليك. ما بتنتهيش الحياه، ده ناس كتير قوي، في مليارات الرجاله اللي في الدنيا، فراح واحد فيهم في 20 مليار بني ادم. ممكن يجي حد احسن منه. هي البنات مشكلتها ان هي بتبقى معتقده ان ده نهايه الكون ونهايه العالم وده اخر قطعه. المجهود اللي اتعمل بيبقى بتحسي كده لسه هعيد من الاول تاني. لا بالعكس، لا ده كسل بقى. ايوه، لا في ناس بتبقى حاسه ان هي يعني انا عملت، وفي الاول بتبقى مشكله كبيره قوي وبتعدي وبتصغر بتبقى. وخلي بالك اللي بيعمل المشكله هو فعلا جلد الذات، اللي هو انا عملت كل ده عشان حد ما يستقل. بتفضل تلوم نفسها. بالعكس، انت عملتي حاجه حلوه فهتاخديها من حته تانيه، ما تستناش. او يحاول هو يحملها مسؤوليه فشل العلاقه، انه عشان انت عملتي كذا وعشان انت، فهي بطبيعه الحال بعد كده يمكن انا اللي غلطت، يمكن انا اللي ضايقته، فتبتدي يعني تدخل في دوامه ما لهاش اول من اخر، والبنت ما عملتش اي حاجه. بالظبط. لا، هي المشكله الاساسيه انه احنا بنفضل نحمل نفسنا فوق طاقتنا، وفي نفس الوقت بنعلق، دي برضو حاجه النقيض، يعني انه بنعلق المشاكل على الغير، ده هو كان كذا. لا يا حبيبتي، انت الموضوع فيكي، انت ليه وصلتي الموضوع لكده؟ نعلق اكيد انا علشان معاك، اتنازلتي اكيد، سبتي مش عارف ايه، اكيد فضلتي اخدتيه، لان كل واحد لما بينزل يعني بيقدم تنازل بيستنى التنازل اللي بعده، ما بيبقاش اخر تنازل. فبتفضلي تتنازلي تلاقي ان انت مفيش خالص، في ليميت بقى للتنازلات، يعني هيبقى ده الطبيعي بالنسبه له. وانت بتعملي ايه؟ طب ما عادي، يعني ما انت على طول بتتنازلي وعلى طول بتضحي يعني. فخلاص، فبقت المساله متاخده فيها ضمانه. سواء على فكره، مش عايز اجي على الراجل، سواء على الراجل او الست، اي تنازلات بتجرها تنازلات بتجرها تنازلات. اصبح ان انا بحاول افصل نفسي على لشكل اللي يرضي اللي قدامي، ده مش صح. لازم انت تبقي زي ما انت وتفضلي متماسكه زي ما انت، والشخص يحبك زي ما انت، عشان ما تطفيش معاه يعني. تنوري تنجحي، هو ده اللي بيحصل. عايزه ارجع للاحلام الفنيه بقى، واللي بتحلم بيه ساندي، مشروع فني كبير يعني في دماغك هيكون ايه؟ والله حاجات كتير. انا نفسي اولا اقدم مسرح غنائي للاطفال، لان انا بحب المسرح، ودي حاجه ما حدش بيتوقعها، بس انا اصلا في المدرسه وكده، في اكتشافي ان انا عندي موهبه كانت في مسرح المدرسه. انا شايفاكي فنان شامل على المسرح جبار. نفسي اعمل حاجه كده. ويمكن اللي الهمني الموضوع ده فنان كويتي معروف اسمه بدر الشعيبي،
معروف جدا يعني طبعا. وعنده اغاني هو من انا بحييه طبعا بحيي هو اخويا وانا بحبه جدا فعجبني قوي اللي بيقدمه لانه بيقدم مزيكا مختلفه وثقافه مختلفه جدا عن اللي تعودنا عليها وحمسني للفكره ان دي حاجه في بالي من بدري فنفسي انفذها هنا يعني. فدي من الاحلام اللي نفسي وفي المزيكا اكيد احلامي يعني لا منتهيه بجهز لحاجات كتيره وفيوجنز مختلفه افكار جديده مختلفة كمان عن اللي تقدم الفترة اللي فاتت. حلو قوي. طب انا هرجع بيكي بالذاكرة كده فلاش باك، ومين كانت بالنسبة لك رول موديل في الفنانات او المطربات زمان اللي انت تحبي وانت قاعدة مع نفسك كده تدندني الاغاني بتاعتها تحبي تغني؟ فنانات زمان والله لا كتير قوي. مين من الممثلات كانت بتعجبك قوي زمان؟ سعاد حسني طبعا. يا سلام، كنت متاكده ان يعني دول اكتر اتنين اثروا فيا جدا يعني كنت بقعد كده اللي هو بحلم بقى يعني هم السبب في حلمي ان انا ابقى اللي مثلت وغنت حلو قوي يعني هي كان دي ينفع تبقى مطربه كمان يعني كانت بتطربنا واحنا بنسمعها وهي بتغني. وبتحبي تغني مين من القديم؟ والله ناس كتير. الاغنيه اللي انت بتحبيها؟ نجات. انا افتكرت نجات الله يمسيها بالخير بنمسي عليها الجميله نجات وانت بتغني اغانيك السلو يعني فيها الدفى بتاع حلاوه الصوت بتاعها انا بحبها قوي قوي قوي. طب ما تقولي لنا حته نجات كده ميش. ايه من الحاجات اللي بتحبي تغنيها؟ لو تعرف. يا سلام مثلا. لو تعرف يا حبيب قلبي وانت معايا بحس بإيه خلي شوية البكرة يا قلبي الحب ده مقدرش عليه بحبك حب خلاني بخاف من فرحتي جنبك يشوفها حد يحسدها ويحسدني على حبك وبحبك حب يا ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي محيرني وحبيته وخدني إليه. لو تعرف يا حبيب قلبي وانت معايا بحس بإيه خلي شوية البكرة يا قلبي البكرة يا قلبي الحب ده مقدرش عليه. الله اختيار كمان جميل بصراحه. هنعيط ولا ايه؟ لا خالص. انا بحبها قوي 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 بنحييها وبنبص جميله طبعا نجاه الجميله نجاه صغيره. انا عايزه اسالك سؤال يعني احنا باعتبار ان احنا بقى في قعده ستات ومحدش سامعنا اما يجي بقولك يعني هل كلمه حب كفايه؟ يعني واحد راح قال لواحدة أنا بحبك، أنا مثلا أفهم بعد ما عندي خلاص بقى تجارب في حياتي ومشاهدات وبسمع وبشوف وقريت كتب إن الكلمة محتاجة تترجم لأفعال، فللأسف في بنات كتير قوي بتروح المشوار ده لمجرد إن واحد قال لها إن هو بيحبها، عمل إيه عشانها؟ لا بصي هو يعني عشان ما نبقاش بنتفلسف على الفاضي، لا كلمة بحبك مش فالك يا سندي انا بتفلسف. لا لا انا بقولك ان جنرال يعني الناس تقولك الحب الحب طبعا اجمل حاجة في الدنيا لو حقيقي وحب لا مشروط يعني انا مش لازم تبقى بتكلمني كل شوية عشان انت كده تبقى بتحبني مش لازم ودي حاجة على فكرة احنا بنربي ولادنا عليها كل اكلك كله عشان احبك دي مشكلة بتربطيها بحاجه بتربطي الحب بحاجه بتعملي كمان في تربيه الاطفال كمان لا كده. وده ان جنرال ما هو ده الانر تشايلد بقى اللي بيطلع اللي هيطلع زوج المستقبل بقى يعني الزرعه دي اللي بتبقى بنحط لها سم في كل الحاجات دي وكل الافكار بتطلع حد غير سوي وناقصه حاجات كتيره جدا صحيح فانا بالنسبه لي الحب غير مشروط الغير مشروط ده مهم جدا دي ثقافه مهمه جدا
بلس انه لازم يبقى في تكافؤ، لازم يبقى في تكافؤ في كل حاجه، ما يبقاش في تنازل. تكافؤ فكري بقى، تكافؤ ثقافي، تكافؤ مادي، تكافؤ كل حاجه. يعني ما ينفعش اتنازل واقول اه اصل ده حب ده مشروط، اصل انا مش بحبه عشان لازم يبقى غني ولا لا، بس ما يبقاش انا متعوده مثلا على حاجه معينه او ناقصني حاجات معينه واجيب حد مش قادر واحمله فوق طاقته واحسسه بالعجز واحس ان انا مقهوره. يعني في حاجات كتيره الناس بتختلط عليها الامور، فانا شايفه انه لازم يبقى في تكافؤ ايا كان بقى، تكافؤ ثقافي، يعني بتتكلموا في حاجه بتعرفوا تكملوها مع بعض في كل مش حاجة. مادي بقى يعني المادي دي اخر حاجه، لان ممكن قوي تحبي حد ويعني تساعديه ان هو يعمل أكيد مشروع، بس لو انا عندي أو القدره آه. ما هو بصي، ما هو كله نابع منك، ما هو ما فيش حاجه كده وخلاص آه. يعني لو انا عندي القدره ان استحمل غير لان ادخل، انا شفت تجارب كتير جدا انه ناس بتبقى عندها استعداد اوكي ويلا ونبني وطوبه ذهب وطوبه فضه وتتهد على العصفوره يكفينا والكلام ده ليه بقى؟ لانها بتبقى خلاص مش قادره تستحمل وهي ما كانتش بتختبر قوه نفسها، يعني هيستحمل قد ايه. لازم احسب كل حاجه صح جدا، بلس ان من البدايه اكون مرتاحه بقى، يعني مش يعني مرتاحه بقى نفسيا، مرتاحه ايا كان، بيديكي طاقه ايجابيه طول الوقت وبتنوري كده، حاسه اني انا مش متنازله، لان هو ده اللي هو ده مربط الفرس. اول ما تتنازلي اعرفي ان التوكسيك على طول. اول ما كنت انت حكيمه عايزين نتكلم معاكي، مش يعني عايزين شويه غنى. لا ما انا حسيت كلام حلو يتقال، عقله ونضجت نضج رائع مأثر في شخصيتك جدا. الحمد لله. عايزين نسمع صحيح. طبعا بقول لك على حاجه، ما احنا نسمع، ما ينفعش يبقى انا يعني ابقى انت موجوده وانا اغني بس. أنا لازم تغني معايا. انا مستمتعه بيكي جدا. انا لازم اغني لو انت حاجه. غني لو انت ايه قولي بس. يلا يا اصحاب بينا نفرح، بينا نفرح، يلا يلا باحلى ليله فيها شجر الحب يترح. يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح، يلا باحلى ليله يا شجر الحب يطرح. يلا نقيد شموع ويا عيني كفايه دموع، يلا نقيد شموع ويا عيني كفايه دموع. يلا 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 يا اصحاب. ستي على المفاجاه. بحبها قوي قوي قوي. انت اللي جميله. ومن عبد الوهاب لنجاه الصغيره بتفاجئنا النهارده طبعا. انت سندي مفاجاه حقيقيه، محدش يقدر ينكره، تاريخ كبير طبعا يا حبيبتي، ومن اكتر الملهمين على فكره في حياتي يعني. يا رب بالخير دايما يا رب. يا طب اذا انت هتغني دويتو مع حد دلوقتي من الفنانات او الفنانين، تحبي تغني مع مين؟ على بالي ناس كتيره جدا، يعني مش عايزه احرق افكار، بس يعني في الاجيال الجديده في الكام سنه اللي فاتت طلعوا اجيال جديده حلوه قوي عاجبني جدا. زي مين ممكن تحبي تعمل؟ مروان بابلو بحبه جدا، بحب مروان موسى. انا عارفه ان كل واحد ليه جمهوره وكلهم مش متفقين مع بعض، يعني انا عارفه الراب سين بيفكروا ازاي يعني بس انا بيعجبني الاختلاف، يعني انا عموما بحب كل واحد على حده. بحب كمان في بنت اسمها الماس، شاطره قوي، هي اماراتيه بس معروفه في الراب سين في مصر. شوفي جمالها بتتكلم عن بنت تانية، يعني جميلة مطربة بتتكلم عن بنت. بعت لها والله وبحبها، بعت لها وهي جميلة جدا، وكمان انبسطت ان هي معجبة. مش فاكرة مركزة في الراب لانه هو التطور بتاع اغانيه، يعني انا عملت هي معجبه باللي بتقدميه فممكن تعمله دويتو حلو. يعني اكيد هو هبقى مبسوطه جدا. بتصور في مصر هنا في المواقع الجديده بتاعتها، هي على طول بتصور وبتصور ليها كليبات في ميكروباص، وعجبني الفيجن بتاعها. لا هي جميله جدا، يعني من الناس اللي انا فعلا بحترمهم. الجيل ده الجينيريشن ده عمل طفره وعمل مزيكا مختلفه جدا، وانا مبسوطه بيهم بصراحه. يعني انا متخيله تعملي فيلم مع تامر حسني وغنائي، وهو بقى دمه خفيف شربات، يعني ممكن تعملوا حاجه تحفه. تامر بحبه جدا وشاطر ومستمر، ودي حاجه طبعا. لا طاقه ده طلع بيقلد وخطير وكوميديان وغني وكل حاجه وطيب القلب. مجتهد مجتهد، ودايما المجتهد ده بيلاقي نصيب في الدنيا كبير. تخيل ان هو بيحب. انت خليتيني عايزه اسمع حاجه راب.
انا والله ليا اغنيه، بس هي المشكله ان هي مش بينفع تتغنى، يعني الراب دايما بيبقى مزيكا عايز ميوزك بس انا كانت 2014 كان يمكن قبل الراب سين ما يتعمل، كانت بتقول نفسي يقولوا لي انت اتاخرتي ليه النهارده، نفسي اغلط واتعاقب حتى بحته علقه جامده، كنتي فين انت اتاخرتي ليه النهارده، نفسي اغلط واتعاقب حتى بحته علقه جامده، نفسي اصحى الصبح على زق يلا عشان المدرسه، او حتى خناقه عشان مجموعي ما جابليش هندسه، عايزين منك ايه غير انك تبقي كويسه، والجمل البايخه دي ياه في حاجات كتير جو هل سندي عايزه كده تروح تتأخر على المدرسه وتاخد علقه جامده والكلام ده ولا عقلنا بقى؟ لا اكيد خلاص، بس انا وقتها كنت شايفه انه ناس كتيره قوي يعني بتزهق من الموضوع ده، مع انه نعمه كبيره، لانه اللي باباه ومامته منفصلين دي كانت موضوع الاغنيه يعني انه ده حاسس دايما بالعجز في الحته دي، نفسه يحس الحاجات الوحشه اللي كان شايفها لما بيشدوا عليه، لا ده يا ريتها ترجع تاني ترجع اسره. فكنت يعني حابه اوصل ده للمسج للناس اللي متضايقه من ان باباهم ومامتهم بيضايقوهم او بيعصبوا عليهم مثلا. يعني كنت حابه ان هم يشوفوا ان ده نعمه، مش نعمه كده ترجع تلاقي حد يقول لك كنت فين وبتاع وحاجات زي طيب اكيد اي بنت او اي ست ليها علاقه بالمطبخ، العلاقه دي بتبقى اما علاقه متوتره جدا او علاقه شغف وعشق وغرام لدرجه انها تنسى نفسها بالساعات في المطبخ. مامي اللي بتاكل راين ولا انت اللي لا لا انا والله انا اشطر من مامتي بكتير. بتحبي المطبخ؟ ماما في المطبخ؟ بتحبي المطبخ كده هيبقى معاكي ماما هتزعل. لا عادي عارفه ولا ماما اشطر في حاجات وانتي في حاجات؟ لا ماما شاطره في المحشي والملوخيه بس. الله طب ودي حاجه شويه يعني بس هي جابت من الاخر وانتي؟ لكن انا شاطره في كل حاجه، في البط بقى وفي الحاجات. ايه ده ايه ده ايه ده، فاكراكي هتقولي بقى سباجيتي بالوايت صوص وبتاع بط؟ لا انا بعمل بط. ساندي بتعمل بط يا جماعه؟ عايزه اقول لك والله بيعيطوا لما بيعيطوا ايه؟ من جماله ولا بيعيطوا في اسباب ثانيه؟ والله من جماله، يعني انا اخر عزومه عملتها كان في بطتين طاروا تقريبا. يعني اصحابك بيحبوا ياكلوا منك البط بتعمليه بايه بقى؟ في بالبرتقال والكراميل كده طبعا طعمه حلو. اجري يجري والله جوعتيني، انا بطني وجعاني فمش وفي بالخضار وكده بط بالخضار. طب احنا هنختبرك النهارده، هتيجي معانا المطبخ يعني هتيجي معانا ماشي ولا ايه يعني؟ عشان في فقره ومش عارفه هنستني عندك وقت ولا لا، بس نفسنا تكوني معانا في المطبخ يا سيدي. والله كان نفسي والله. طب بس احكي لنا عن المطبخ. طب ايه تاني غير البط؟ الرز معمر بقى وكل الحاجات وكل الحاجات المسبكات، يعني انا شاطره قوي صينيه المسبكات شاطره قوي يعني الحمد لله. طب حلو، بس ليكي في مطابخ تانية مثلا؟ لا لا الستات ما بيعرفوش يكذبوا. أيوة متفقين من اول لحظه. ايوه بيعرفوا يكذبوا ولا؟ والله يعني بصي هو المشكله بس كذبتي قبل كده؟ بمناسبه اسم البرنامج انا حابه اقول حاجه مهمه جدا بالنسبه للكذب يا جماعه. الكذب هو انعكاس سيء جدا للكون. يعني ايه؟ يعني انا لو بكذب فالكون بيشوفني مقلوبه. ايه ده؟ ازاي بقى؟ اشرحي لي. يعني انا ببقى ناويه مثلا خير يجي لي شر. ليه بقى؟ لان انا كدابه فالكون شايفني بصوره عكسيه. فبمناسبه اسم البرنامج احب اقول لكم ان الكذب ده بيجي حتى لو ما اتفقسش فهو اصلا بيخلي كل حاجه كونيا. طيب يعني اللي بيكذب بيتعب. طب ايه رايك بقى ان الصريح بيتعب؟ لا يعني اللي بيقعد يقول صراحه الناس مش بتصدق. هو انت بقى فعلا حقيقي كده؟ هي دي؟ لا دي اكيد بتكذب. مش مهم بقى، اكيد بتحور، اكيد الميزه بتلف وتدور. انا هقول لك حاجه، ما هو ده بقى اللي قلت لك عليه في البدايه. علاقتك بقى بربنا سبحانه وتعالى، انت بتكبري ربنا جدا ما بيفرقش معاكي راي الناس، بس ربنا شايفك بقى. بس المهم ان انت تقولي بصدق مش بتجريح. يعني انت بتقولي حاجه يعني عندك كلمه كويسه قوليها، ما عندكيش خلاص احتفظي، بس ما تجامليش، ما تنافقيش وما تكذبيش، لانه في الاخر هينعكس عليك انت، هينعكس على طاقتك، سلامك الانر بيس بتاعك بي مش يعني. بس كده طاقتك هتكذبي، هتيجي تكذبي حاجه كويسه هتجيلك حاجه وحشه، وانت مش عارفه انا يا رب ما ظلمتش حد. لا انت يا بتكذبي يا اما بتحكمي على الناس، يعني بتصدري احكام، ده مش عارف ايه، ده كذاب، ده منافق، بتقولي احكام، ده خطر. حلو علم الطاقه اللي خليته ده جميل جدا جدا كمان. طبعا بيقولوا لي كده دايما. جميل انبسطت قوي. انما ملهاش علاقه بقى بموضوع الابراج اللي قلبين دماغنا فيه ده. لا بتؤمني بالقصه دي
بصي ابراج ليها علاقه بانه التشابه الطاقي يعني بين الشخصيات وبعضها، بس الحاجات علم الفلك ده في علم يعني اللي اتولد بس بتظبط احيانا مثلا في صفه او صفتين من اللي هي المحددات الاساسيه بتاعه الشخصيه، لكن الباقي كلها حاجات مكتسبه بس احيانا وليها علاقه بحاجات كتير. واحد اتولد في نفس اليوم مع واحد اترمى مثلا في سجون او تعذب او يعني ليها علاقه بطاقه الجموع يعني انا وانتي وفي ملايين تانيين مولودين مثلا في شهر واحد فبيبقى طاقتنا واحده حتى يعني لو البيئه مختلفه يعني الشخص بيئه ومنهج وصحبه وبيت وحاجات كده بتتشابه بس مش 100% مش 100% لكن في بعض الحاجات بقى في انه هيحصل لك كذا لا لا ده كلام فاضي يعني مثلا ان البرج ده اصحابه ملولين، البرج ده اصحابه رومانسيين، ان ده اصحابه مثلا بيحبوا القياده هي كده عنوان بس مش اكتر، لكن غير كده لا ده كلام لكن فاضي. لكن انه مثلا اقول لك انه حظك مش عارف اليوم انك هتشوف خبر صار، دي حاجه كويسه يعني مش مؤذيه، تفاؤل لأنه بالخير تجدوه بالظبط يعني بتزرع عندك قناعه كويسه. طب انت برج ايه بقى على كده؟ انا مش فاهمه يعني هو حمل وتور في ميكس غريب جدا. طيب تتمني ايه في السنه الجديده؟ احنا هيكون بقى بنخلص معاكي ونطلع باغنيه حلوه منك، فتتمني ايه في السنه الجديده؟ والله اتمنى السنه اللي فاتت دي كانت حلوه قوي مثمره جدا بالنسبه لي، اتمنى ان السنه اللي جايه تكون اكتر واكتر ان شاء الله، واتمنى ان الناس كلها تبقى في صحه كويسه وخلاص، والحمد لله ان تخلصنا من كورونا يعني بس خالص بقى نتخلص من كل الامراض ونبقى مبسوطين ونبقى متفائلين اكتر من كده، واللي جاي حلو والله متفائلين واللي جاي حلو ده مشوفناك يا ساندي. انت نورتينا يا ساندي وانا مبسوطه بيكي جدا جدا وان شاء الله متالقه دايما ومستنيين منك الجديد سواء بقى على مستوى السينما او على مستوى الدراما كمان انت ناسياها واغاني حلوه كتير. خطوة عزيزة كل سنة وانت طيبة. اختارينا بقى حاجة نطلع بيها كده ونقول لك شكرا نورتينا يا ساندي. حبيبتي ثانك يو. طب عايزين تسمعوا ايه قولوا لي؟ اللي انت عايزاه تختمي بيه بقى. شو كانت حلوة الليالي والهوا يبقى ناطرنا وتيجي تلاقيني وتاخدنا بعيد غدير المي والليالي كان عنا طاحونة ع نبع المي قدام ساحات مزروعة في وجدي كان يحقن الحي. شكرا. يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني 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 على الطرقات يا يا صار الليالي يا حلو على بالي غني 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 على سنة 2022 بالنسبة لنجمنا اللي منورنا النهاردة كانت سنة تألق ووش السعادة على أغنياته، كانت من نجاح لنجاح ابتداء من الدروس المستفادة مرورا بيمكحل دي اسم الأغاني وصولا لرصيد الستر اللي عملت أكتر من 2 مليون مشاهدة ده قبل ما نتكلم معرفش لحد دلوقتي عملت كام. نجمنا محمد شاهين اللي منورنا النهارده اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ ربنا يخليك يا رب يعني مش عايزه اطول في الكلام الحلو ده يعني نستمتع بيه. ربنا يخليك. لكن هو اسمك محمد شاهين طبعا اولا منورنا وكل سنه وانت طيب اسمك محمد شاهين بس اكيد اصحابك وحبايبك في اسم معين بيندهولك بيه. بيقولوا لي شاهين شاهينو شاهينو حاجات كده. طب هايل حلو قوي. طيب انت لما غنيت اغنيتك طبعا 2022 كانت وش السعد عليك فعلا الحمد لله الحمد لله. طيب لما اغنيه كله طار تحديدا وبعدين جم يوصفوها الناس قال لك مهرجانات فانت زعلت وقفشت قلت لهم لا ده مش مهرجان دي شعبي. فعلا ده حقيقه مش مهرجان فعلا. ايه الفرق بين الشعبي والمهرجان وليه زعلت قوي من الوصف؟ لا هو انا ما زعلتش بالعكس بس عشان الوصف يبقى مظبوط يعني لا هي اغنيه شعبي من الاغاني اللي ينفع المطرب الشعبي يغنيها. المطرب الشعبي التقيل يعني المطرب ايه الفروق ما بين الشعبي والمهرجان؟ الفرق بين المهرجان والشعبي ان المهرجان ده بيتلعب على يعني
بالنسبه للمزيكا حاجه اسمها لوبا كده ريتم يعني معين هم بيحبوه طول الوقت ان هم يلعبوا عليك غنى يعني. اي مهرجان تسمعي تلاقي فيه دوشه كتير يعني في ومش شرط للمزيكا. يكون كلام يقعد او مش شرط يكون لا هو في المقام الاول هو للاستمتاع بالدب والرزق بتاع المهرجان احنا بنستمتع بيه بس ده أكيد. حاجه والشعبي الفن الشعبي ده أكيد. حاجه اصيله أما أغنية كله طار لا اغنيه شعبي تقيله فيها جمله تتقال وفيها جمله فوق وفيها جمله صحيح. جمله لحنيه يعني هم لو اهتموا بالكلمه هتفضل مزبوط. وتعيش طول عمري بقول كده ده اهم حاجه يعني اقدر افهم من كده ان انت ما بتحبش اغاني المهرجانات او عندك تحفظ عليها بحب المهرجان جدا ولكن عندي تحفظ شديد على الكلمه يعني لو مهرجان وكلمه حلوه تقدر تغني مهرجان اكيد طبعا وعملت كده عملت مهرجان اسمه ملعون الطيبه ايه ده انت عامل مهرجان طبعا طبعا وعملت مهرجان مع فيجو الدخلاوي كمان ده موزع مهرجانات وموزع الله شاطر الله. ايوه برافو عليك وكلامه كان حلو جدا على فكره وعجب الناس جدا بس حسيت ان ليه معنى ليه هدف طبعا لكن عندي تحفظ مش كلام مرمي وخلاص بالظبط ما احبش ان انا معلش يعني احترام لاي حد انا الكلمه بتفرق معايا انت لما تقول الكلمه دي هل ينفع والدتي تسمعها اختي تسمعها صاحبك يسمع يعني في مسؤوليه في الكلمه طبعا بالزبط. عشان كده الناس بتحترمك يا محمد بجد الحمد لله ربنا يخليك بس مش عايزين نتكلم كتير عايزين نبدا بغنى يلا نسمع صوتك يلا يلا بينا نقول ملعون الطيبه نسمعها ولا نسمع حاجه من جديد ولا حلو انت تحبه لا لا هقول لك حاجه ملعون الطيبه نقولها نسمعها نسمع حاجه كده مالها الطيبه بس ملعون الطيبه عشان بتخلي الناس تكسرني ملعون الجدعنه مع ناس بشتري فيها وبتباعني كتر خيرك يا ليل بحكي وعمال تشيل عايش فعذب تملي وبشوف الويل ايام فيها ويل والم وتعبت حرام نفسي ان انام من غير عذاب بتخان مش شايف سلكان طفن الجدعان مش مدي امان ومالي الصحابة الحب مراحل اول مرحلة دي الاعجاب بيكون موجود من تحت مسمى اسمه احنا اصحاب تبدأ مرحلة الغيرة ويا مشاكل كتيرة بعديها الحب بيظهر وتبقى الأمير ويبقى الأمير للأميرة كلمات ده مهرجان ده كلام مين والحان مين ده كلام اسلام كابونجا والحانه والحاني يعني احنا الاثنين لحنا مع بعض وكان كلامه هو شاعر شاطر جدا وبيكتب كلام حلوه ومهرجان والتوزيع نفس الموضوع شاهين من يعني من ساعه ما نجحت في ستار اكاديمي وصلت للتصفيه وقلنا هنشوف اعمال كتير وحصل لك احتكار كده وقعدت حاجات شويه طبعا طبيعي برضه حاسس انك ماشي بخطوات فيها هدوء ولا حاجات عقلت معاك شويه والله يعني بمناسبه ان انا فزت بستار اكاديمي انا اصلا يمكن كان الذكرى الثامنه من 25/12 يعني قبل يومين بالظبط كان ده ايام حلوه وشفناك واستمتعت والله ده كان يعني كان يوم بالنسبه لي من يمكن احلى يوم في حياتي بصراحه لما انا اخذت ستار اكاديمي بعدها طبعا اللي بيحصل كالاتي ان الواحد ما بيبقاش عنده خبره الانتاج او ان هو يمدح العقد مع شركه انتاج ويفهم ده بيقول ايه والبنود دي بتقول ايه فده طبيعي جدا ان الانسان يقع في في في, في حاجات كتير في حياته في الاول بس الافضل ان انا بقى ايه الحمد لله بقى عندي خبره دلوقتي اللي هو يعني تقف وتقوم وتنجح يعني وكده الحمد لله ده طبيعي في اي حياه بني ادم طبيعيه بالنسبه لي يعني بس اي حد في الدنيا بينجح لازم بيبقى فيه شويه ثوابت كده في حياته حد بيساعده حد بيدعمه حد بيشجعه حد واقف جنبه حد مؤمن بيه اصحاب داعمينه بيقولوا له رايهم بصراحه من غير تملق ولا نفاق عشان عايزينه دايما احسن خصوصا ان انا حاسه ان انت موضوع الصحاب ده وانت بتغنيه شويه كنت متاثر يعني فمن اول ما يلا يا اصحاب بينا نفرح بينا نغني ايام ما كان الصحاب فيهم خير لحد ما دلوقتي الصحاب دلوقتي عاملين مشاكل فانت ايه تقييمك للصحاب والصاحب الجدع دوره ايه ما هو كلمه صاحب دي مش سهله ومش هينه بصراحه ان يعني الواحد لما يقول كلمه صاحب دي يعني بيلاقي في المره قبل الحلوه يعني انا بالنسبه لي ده الطبيعي يعني
ما ينفعش يبقى معايا في الحاجات الحلوه وفي الحاجات اللي مش كويسه ما يكونش معايا فيها الحاجات اللي بمر بيها في حياتي يعني صعبه. فلا صاحب دي بقولها على الواحد اللي يكون واقف في وقت الشده ووقت المحنه اللي الواحد بيمر بيها. وفي الطبيعي انه يبقى معايا في الحاجه الحلوه طبعا اكيد ويبقى مكمل معايا. مين اكتر حد واقف جنبك ودعمك ومؤمن بيك وبيساعدك تاخد رايه في كل حاجه؟ طيب انا عندي يمكن مش عارف اقول لحضرتك بس يمكن في الاول خالص هي والدتي وما زالت يعني ما زالت على طول معايا في كل شيء لدرجه هي موجوده معاك النهارده بنوجه لها التحيه طبعا. ربنا يخليك كل سنه وهي طيبه. الوالده الجميله دي نور انا شفتها في مناسبه كده اتقابلنا وكنا بنتكرم انا ومحمد. ايوه وست نور انت ماشي بدعاءها في البرنامج. اه والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طب تيجي نطلع بقى بريك على سيره الحاجه كده ونرجع بقى نتكلم عن ويجز بقى وانت بتغني بطريقته وهل ممكن تعمل راب ولا لا. هنطلع فاصل كده محمد نرجع تاني مع نجمنا الجميل محمد شاهين. طبخنا النهارده متميز عشان معانا النجم محمد شاهين صاحب الصوت الحلو الجميل. اهلا بيك محمد تاني. اهلا بيك يا دكتوره. وشيف محمود بيرحب بيك وايمان. انا برحب بيك طبعا. ربنا يخليك يا شيف. برحب بيك وبرحب بالمذيعتين الجمال منى وايمان وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا. النهارده يوم مميز قوي والمطبخ حلو قوي عشان معانا النجم الجميل محمد شاهين. ربنا يخليك يا شيف. اللي انا بحبه على المستوى الشخصي. تسلم يا رب يحب اكلي بقى النهارده. انا ده احلى بالنسبه لي دي فقره يعني ممتعه قوي. انت نورتنا جدا. انا النهارده ربنا يخليك عامل شركسيه بناء على طلب مشاهدينا ومتابعينا على صفحه الستات والشركسيه هو طبق اليوم النهارده. ايه رايكم؟ جميل. يلا قول مقاديره بسرعه كده عشان نلحق وقتنا ونستمتع كمان واحنا بنطبخ نسمع حاجات حلوه من المطرب الجميل محمد شاهين. ادي المقادير. المقادير احنا محتاجين صدور فراخ وبحتاج لها معلقتين زبده ومعلقتين ثوم مفروم شويه ملح وفلفل واحده جزر واحده كرفس وانا بسلق الفراخ مع شويه كزبره ناشفه وكزبره خضراء وبحتاج شويه توست ابيض يكونوا مفرومين او اي لبابه عيش تكون مفرومه مع شويه عين جمل مفرومين ومرقه فراخ تبقى حلوه كده وواخده حقها مع شويه كريمه نص كوبايه مثلا ورز ابيض للتقديم يكون مسلوق. دي تلبيه لرغبه طبعا واحده من المشاهدين وانا بحب الشركسيه قوي من اصحابنا اللي على الفيديو. وعرفت ان كمان شاهين بيحب الشركسيه قوي فعملها له مخصوص كمان. عملوا كمان صدور فراخ وشويه رز ابيض. ايوه عشان الهيلس بقى والحركات عشان صوتك يجلد خليك. بص انا سريعا انا سلقت الفراخ مع عود كرفس وجزرتين وشويه لورا وحبهان وفصين مستكه لو موجودين مع بصلايه وخدت المرقه وعملت منها شويه رز ابيض حلوين وبعدين الفراخ هبدا دلوقتي اعمل حاجه حلوه قوي. هبدا اعمل ايه؟ اخد في الطاسه دي وفي الحله دي احط حته زبده هنا لما ينفع الوقت محمد بقى يغني لنا حاجه كده. اه انا ادوني دقيقه واحده أيوة. وانطلقوا بعد الدقيقه بحط حتتين زبده كده واحط هنا شويه ثوم وهنا شويه ثوم خلاص وريحه الثوم ابتدت تطلع في الحله كده وتاخد لون حلو نحط عليها معلقه كزبره ناشفه وهنا كمان ريحه الثوم ابتدت تطلع الله نحط عليها معلقه كزبره ناشفه وبصوا بقى شويه المرقه دول هنا وشويه مرقه كتار هنا هنا حاجه صغيره الله ريحه يا نهار تحفه تحفه انا جوعت والفراخ المسلوقه دي طبعا هي كلها الفرخة كاملة ولا صدور بس أحسن يا محمود في الإيه؟ يستحسن تبقى صدور؟ يعني أنا لو فرخة سليمة مفيش أي مشكلة وأنا محتاج إن بعد ما عملنا حطينا الصدور بتاعة الفراخ مع الثوم والكزبرة والزبدة وهتبلها بقى بشوية كزبرة خضراء وشوية فلفل أنا منبهرة من ريحة التومة اللي طلعت مع الفراخ مع شوية الحاجات دي موضوع لا وهي في الاخر كانت فراخ مسلوقه بس خلاها في حته راحت في حته ثانيه في لحظه طب. الصوص بقى هنا برضو الثوم مع الكزبره مع الزبده مع المرقه نحط شويه من التوست او لبابه العيش ونحط كمان شويه من عين الجمل المفروم مع شويه من الكريمه انا نفسي اسمع منك حاجه بقى واحنا بنشتغل كده وبنعمل حاجات انا نفسي اغني حاجه نسمع منك رصيد الستر اللي عامله 2 مليون بس الله. انت كنا وقفنا بقى عند سؤال دلوقتي. عن انك بتغني الويجز بطريقتك هتغني لنا حته صغيره نسمع رصيد الستر الاول يلا رصيد الستر يلا
قولي يا شيف محمود هتقول ايه؟ لا يعني احنا خلاص احنا مجهزين الرز ومجهزين الصدور الفراخ اللي بالثوم والكزبره والخضره والكزبره الناشفه والملح والفلفل، وهنا الصوص اللي عباره عن المرقه الحلوه بالثوم برضو والكزبره، وهنحط لها شويه من عين الجمل والتوست حطيناهم، وندوب كويس قوي مع شويه الكريمه وهنتبلها. وانا هبدا اعمل طبق التقديم واحده واحده على ما نسمع حاجه حلوه. حبيب يلا بقى اغنيه يعني ايه رصيد الستر بتاعك محمد؟ وشوف لك حد يشبه لك يكون زيك قليل الاصل، مريض زيك وملهوش مصل، ويحصل فيك نفس الفصل، وانا وعد اني لا افتكرك ولا بالخير ولا بالشر ولا لصوت الحنين اتجر، وعندي هتبقى وقت ومر، ولو كان لسه بك احساس هتندم على اللي ضيعته، ولما تشوف قساوه الناس تقول على حب يا خسرته، ده كان في ايديا كنز كبير، يا ريتني مشيت معاه بضمير، يا ريتني ما كنت قطعته، يا ريتني ما كنت دمرته. وياك ياللي انت ناسينا، ياللي انت ناسينا. الله الله الله. لازم استغل الفاصل واعمل فيديو مع محمد شاهين. يعني حاجه انا استمتعت والله العظيم. ده حاجه اخر سلطنه. انا مش عارف اطبخ من الحلاوه ومن جمال صوته بصراحه يعني. بس هسالك، ان انا العصفوره قالت لي ان انت فكرت في لحظه كده خير اللهم اجعله خير تعتزل. انت لسه بدات عشان تفكر تعتزل؟ لا ما اعتزلتش ولا حاجه. كنت زعلان يعني ولا ايه؟ ايوه بالظبط. زعلت؟ مين اللي زعلك؟ لدرجه تفكر في الاعتزال يعني؟ لا بالعكس، هو اكيد كلنا بنزعل. يعني انا كشخص طبيعي هزعل، وشخص مشهور هزعل، وشخص بشتغل مهندس هزعل، وبغني اي حد وارد. الماشين كانت حلوه. لا تعالى شوف محمود عمل ايه بقى، حط في البتاعه دي في تحت هيقلبها بقى يبقى فيه طوبة. مين ده اللي يقدر يزعلك؟ حبيبي ربنا يخليك يا شيف. والله الحمد لله. انا حطيت شويه كزبره في القالب الحلو ده مع شويه عين جمل، وبحط حبه الرز اللي اتساقوا بالمرقه الحلوه، مرقه وزبده بقى وشغل جامد. انا نفسي اسمع منك اغنيه حلوه. انا عايز اسمع اغنيه لرشدي. نفسي اسمع اغنيه رشدي. وقال لنا هيغني الويجز كمان. سوري غني رشدي بطريقه يعني مش عايز وبتونس كبير. هقول حاجه لرشدي. حاضر. وبرده شوف انت عاوزني اقول ايه. ابقى هسمع رشدي معاك. اسمع رشدي معايا على طول. ايوه طبعا. طيب نقول عرباوي عرباوي شغلان الشابة الحلوة الصنيورة، أم التربيعة بترسم ضلايا على القورة، وضفاير غارت من القصة رقصت على رنة خلاخيت، وعيون يا صبايا ما تتوسى غياو بتطير زغلي، بتبص بصة الله عليها والشمس تتبل قدام عينيها، والبدر يسهى لما يراعيها، وش حالنا يا ابو قلبي غاوي. لا قول ايه يا عرباوي. بص صوتك بيفكرني باحمد سعد. يعني في بحه كده جميله مش موجوده عند المصريين كتير غير يعني انت من القلائل واحمد سعد. ايوه ده حبيبي. غنينا حاجه بتحب ليه ايه؟ ده انا بعشقه. وشيف محمود هو بيعمل طبق. انا في حاجه النهارده شيف محمود سمعت انه هيعملها، هتعمل كعب الغزال. سمعتيها من مين دي؟ النهارده كعب الغزال. بس رشدي برضه. سمعتيها من مين؟ سمعت والله. انتوا مش قايلين هيعمل كعب؟ في حاجه حلوه صح ولا اجلتها؟ احنا عاملين النهارده الطبق ده بس. ان شاء الله قريب. ان شاء الله قريب نعملها. كامل جسم. يلا من حته لحمه سعد. يلا قول له ايه؟ والله ما عارفه هتقول ايه. لو جبنا سيرة الجدعنة اسمك لازم يتقال،
صاحبي اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال. مهما الايام تتعبوا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوة حياتي بيك طب الرجولة معمول عمول على قد جسمك ونغبت حتى في اي حتة كفاية اسمك ونغبت حتى في اي حتة كفاية اسمك بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي انا كنت بحبي انا بحب صوتك يا محمد ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا دكتوره والله تعالى بقى حط لنا الحاجات الحلوه دي احنا بقى انا احطها بنفس الحاجات الحلوه دي تعالى تاخد شويه من هنا ايوه انت هنا ماشي يلا في الحفره الصغيره انا اقول لكم على الصوص الحلو اللي مطربنا الجميل محمد شاهين بيحطه جوه الرز دلوقتي سلام تسلم ايديكوا احلى طبق شركسيه تسلم ايدك بصوت حلو الصوص ده عباره عن المرقه شوحنا فصين ثوم مع كزبره ناشفه في الزبده وحطينا عليها المرقه الحلوه بتاعتنا وبعدين حطينا ايه كريمه ولبابه العيش مع شويه عين جمل وادي شويه الكزبره الخضراء الحلوه والاهم واهم على صوت الجميل الله. ربنا يخليك يا دكتوره والله تحب تسمع منه ايه تاني انا احب اسمع احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل طبعا بحبك يا صاحبي دي من الاغاني الحلوه قوي طبعا وصوته والله العظيم يا جماعه انا من الناس انا من الفانز بتوعه ربنا يخليك يا شيف بحبه بس يعني وبجد صوتك جميل قوي ابدا ربنا يخليك عشان كده انت بتكتر لي في الصوص انا عمال ازود لك بقى انت ما بتاكلش نشويات بقالك شهر ونص يلا تغني لنا ايه عمالين يقولوا تحب تحب ايه نغني ايه قول قول انت اختار اقول طب انا بص انا عارفه انه شاهين يمكن في تطور حصل كده نقطه تحول حصل عند تحديدا رصيد الستر وعند الدروس المستفاده ومكحل ايوه يعني الثلاث اغنيات دول كانوا فعلا نقله ما شاء الله هتسمعنا منهم ايه والله نسمع رصيد الستر انا اختار هو دي اللي هي غنيتها دي غنيتها من شويه مفيش شوف لك حد يشبه لك يكون زي طب احنا ممكن بص انا عندي اغنيه ثانيه كده يلا من الالبوم بتاعي من قبل كده اسمها كلام كلام انا اسمع منها كوبليه كده بنحب اغانيك كلها يا محمد ربنا يخليك يا دكتور عملنا ايه عملنا ايه عملنا ايه ايه ذنبنا اللي بنتحاسب عليه الطيب عيب 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 الصبر عيب عيب الحب عيب عندكم عيب ولا ايه لمين لمين الحب والاخلاص لمين سنين سنين ضاعت عشرة السنين يا مجروحين يا تعبانين نلاقيها من مين ولا مين ولا مين خش على العوية بقى يلا بينا والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا الورد راح كده والفل جه كده الورد راح كده والفل جه كده وبقيت من ده وده سلطان سلطان اهل الهوى الله عليك بنمشي على الجميل احمد عدوية احسنت يا محمد احسنت يا محمود الوقت خلص خلاص بحييك اشكرك يا ايمان شكرا يا محمود وختمنا سنه يعني جميله 2022 بصوت جميل محمد شاهين نورنا وساندي اشكركم جدا برضو. على وقتكم أيوة. اكبر معلقه وابتدي افتح اكبر معلقه ده احنا هنقص شريط جامد بقى شكرا ليك يا محمد ربنا يخليك يا دكتور مدينا وقت تغني اغنيه كمان انا موافق بس قبل ما اغني اقول حاجه بسيطه الشاب ده نموذج لكل حد من ولادنا ربنا يخليك بيحكي لي النهارده ان هو بدا في مدينه الانتاج بيشتغل ايوه مع العمال وابتدى وكان نفسه بيحلم انه يبقى مطرب
يعني لله. بصراحه قعد يحكي لي حاجات عايزه وقت كتير عشان نغني لنا حاجه حلوه بقى لان انت نموذج. هنغني حاجه بس هستاذنك قبل ما نغني بس يعني يا رشا عندي في الجيم الناس بتعمل هنا اكل عارفه انت اهو هيلثي فارجوك كابتن عندك بتعمل اكل بيضيع الجيم بيعملوا اكل بطل بيت بالسجق فتن لنا يا رشا النهارده فتن لنا عليكي لا ان شاء الله تكمل رجيمك ونجاحك باذن الله ربنا يخليك يا دكتوره شكرا لك نطلع بقى بحاجه حلوه يلا بينا نقول حاجه مع بعض بقى ايه هنقوله بتمر ساعات بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة توحشنا عينيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيني يا حجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عليا ولقيت في الإيد لما تغمض أنا بتونس بيك وما بتبعد أنا بتونس بيك والشوق ينادينا جوايا جوايا ونجاه صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني وخيالك بيكون ويايا وانا بتونس فيكم وانتوا معايا